لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، وصلنا للكلام عن مراحل تشريع الجهاد. طيب فائدة الكلام في الموضوع ده إيه؟ أولا إحنا ندرس فقه الجهاد دراسة جيدة، نعرف إن الجهاد ده مر بمراحل تشريعية، وهنربط دراسة السيرة بدراسة فقه الجهاد. إحنا عايزين دلوقتي ندرس الجهاد، هندرسها من خلال مصادر، المصادر دي القرآن والسنة. هنلاقي في السنة إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بمراحل، من حيث وظيفة الجهاد، من حيث فريضة الجهاد، من حيث عبادة الجهاد، فلها مرت بمراحل. فعايزين نسقط بقى كل مرحلة وأحكام الفقهية ليها على ما نعرفه من أحكام لدراسة فقه الجهاد. الأهم بقى من ده كله، بما إن الجهاد مر بمراحل في تشريعه، فبعض الناس يظن أن كل مرحلة من هذه المراحل نسخت ما قبلها، ويظن أن كلام أهل العلم على أن المرحلة الأخيرة هي ما استقر عليه التشريع، اللي هو وجود جهاد الكفار كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، أن ده معناه أن لا يجوز بحال من الأحوال مهادنة الكفار ولا التصالح مع الكفار ولا استعمال أي صورة من صور المعاملة مع الكفار غير صورة القتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيظن أن ده ألغى جميع صور التعامل مع الكفار. هو في الحقيقة المراحل دي كما سيأتي معنا كانت كلها مرتبطة بالقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. يعني لما كانت قدرة المسلمين تامة أمروا بقتال المشركين كافة، فلو عاد الأمر إلى ما كان عليه من ضعف للمسلمين سيعود الحكم التشريعي إلى ما كان عليه من الأمر بكف اليد وترك قتال الكفار. واضح؟ طيب احنا قلنا اختصارا كده مراحل تشريع الجهاد، قلنا كم مرحلة لو فاكرين، قلنا آخر مرة اللي فاتت أربع مراحل. أول مرحلة الأمر بإيه؟ بالعفو والصفح والإعراض عن المشركين وكف اليد عنهم، زي قول الله عز وجل فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، وفصفح الصفح الجميل، وقول الله عز وجل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، وقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. آيات كثيرة جدا في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية اللي هي الإذن بقتال الكفار، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة الأمر بقتال من قاتلنا دون من لم يقاتلنا، قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. في خلاف طبعا في تفسير قول الله عز وجل ولا تعتدوا، إيه المقصود؟ بعضهم يقول ولا تعتدوا بقتال من لم يقاتل، ما هي المرحلة الثالثة، وقاتلوا في سبيل الله مين؟ الذين يقاتلونكم. ولا تعتدوا، بل الاعتداء هو قتال من لم يقاتل. وبعض الناس يفسرها ان ولا تعتدوا في القتال، اللي هو في كيفية القتال، في صفة القتال، في تفاصيل القتال، يعني ألا نقتل صبيا ولا امرأة. واضح؟ طيب المرحلة الرابعة هي الأمر بقتال المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يكون شرك ظاهر، وإلا احنا ممكن نقرهم على الشرك الذي هم عليه ما دفعوا الجزية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يكون شرك ظاهر. الشرك الظاهر والذي يفتن الناس في دينهم هو ده الفتنة، أن يكون الشرك ظاهرا في الأرض ويكون الدين لله ظاهرا وباطنا، ده هدفنا. لكن نكف اليد إذا كان الدين ظاهرا لله، طالما الدين الظاهر لله خلاص، حتى يظهر على الدين كله ظهور الحجة والبيان والسيف والسنان، إذا ظهر الإسلام خلاص نكف يدا عنهم ونقبل منهم الجزية. طيب قال فصل في ترتيب هديه صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله تعالى. ده مختصر من كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فصل في زاد المعاد في ترتيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله تعالى. قال أول ما أوحى إليه ربه أن يقرأ باسم ربه الذي خلق، وذلك أول نبوته، فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ، ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر
فنبأ قومه ثم أنذر من حوله من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين. طبعا في مسألة هنا اللي هي مسألة نبوة والرسالة والفرق بينهم وكلام ابن القيم اللي أخذ منه الشيخ محمد الوهاب، وهتلاقي في بعض المتون المختصرة لعلماء الدعوة السلفية الوهابية اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نبأ بيقرأ وأرسل به المدثر. طيب إيه معنى الكلام ده؟ هو أولا الفرق بين النبي والرسول، في فرق ولا لا؟ جمهور أهل العلم على أن ثم فرقا بينهما، على أنها من الكلام من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت في المعنى. وما أرسلنا من قبلك من نبي ولا رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، من نبي ولا رسول، يبقى في فرق ما بين الاثنين. والجمهور على أن الرسل أخص من الأنبياء، يعني كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وورد في حديث أبي ذر أن جمع من الأنبياء 318 وأن الرسل 124,000 أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فعدد الأنبياء أكثر من عدد الرسل بكثير. تمام. فكل نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. طب إيه الفرق بينهم؟ الجمهور بيقولوا أن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، وأن الرسول أوحي إليه وأمر بالبلاغ. طيب هو أصلا كلمة النبوة مأخوذ من هو نبئ، أتاه نبأ السماء أوحي إليه، والرسول أرسل إلى ناس، أرسل إلى قوم، فلذلك يقولون النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ، والرسول أوحي إليه ولم يؤمر وأمر بالبلاغ. عشان كده بيقول لك اقرأ باسم ربك الذي خلق، ده كده إيه؟ نبوة. يا أيها المدثر قم فأنذر، ده كده إيه؟ رسالة. وكان الفرق ده يحتاج إلى تقييد، لأن إيه معنى أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ؟ هل لم يؤمر بالدعوة إلى الله ولم يؤمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ مفيش أنبياء لم يؤمروا بذلك، بل حتى المؤمنين أمروا بذلك. يعني وظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده أحد المؤمنين يقومون به، فكيف يتصور ألا يقوم بها الأنبياء؟ وزي أوحي إليه يعني في نفسه ولم يؤمر بالبلاغ، يبقى فايدته إيه؟ واضحة ولا إيه؟ فلابد أن يقيد قول الجمهور بقيد، اللي هو لم يؤمر بالبلاغ يعني لم يؤمر ببلاغ شرع جديد. أوحي إليه يعني مؤيد بوحي السماء، لكن لم يؤمر ببلاغ شرع جديد، يعمل بشرع رسول سابق عليه. فيكون كده الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول أرسل بشرع جديد أو أرسل إلى قوم كافرين، والنبي أرسل إلى قوم مؤمنين يجدد الإيمان فيهم. واضح ولا إيه؟ ويعمل بشريعة رسول سابق عليه. قال فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح 13 سنة في مكة، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. ثم أذن له في الهجرة وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. يبقى دي كده تلخيص المراحل الأربعة اللي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم. وزي ما قلنا المرحلة الأولى دي اللي هي كف اليد كل الأنبياء أمروا بها، أما الجهاد فأمر بها بعض الأنبياء دون البعض. واضح؟ عيسى عليه السلام لم يعلم أنه هو تلاميذه قاتلوا عدوا، بل كانوا مستضعفين تحت حكم المشركين الوثنيين الرومانيين، ومع ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله، أو نحن أنصار الله فآمن الطائفة. فنصرة الله عز وجل لا تتعين في صورة واحدة فقط وهي القتال، زي ما مر معنا قبل كده معنى الجهاد المطلق، معنى مطلق الجهاد، وأن الجهاد أوسع بكتير من إليه من القتال. فكذلك نصرة الدين لا تكون فقط بليه بالقتال، بل الأصل في النصرة ليس القتال، لأن دعوة الأنبياء لم تبنى على القتال، ده لم يشرع القتال إلا من بعد موسى عليه السلام. فبعض الناس بيتخيل أن هي النصرة عبارة عن إيه؟ القتال في سبيل الله. لا، الأنبياء لم يشرع لهم القتال قبل موسى عليه السلام، ومن بعد موسى كل نبي شرع له القتال كان في مرحلة سابقة على القتال مستضعفا مأمورا بكف اليد. واضح ولا إيه؟ فيبقى النصرة ليست مرتبطة بالقتال وفقط. طيب ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام. يبقى
اللي استقر عليه الامر في النهايه بقى بعد الامر بقتال الكفار، ان الكفار دول كانوا ثلاث اقسام: اهل صلح وهدنه، واهل حرب، واهل ذمه. اهل ذمه اللي هم ايه؟ يعيشون في بلاد المسلمين ويدفعون الجزيه، يلتزمون احكام الاسلام الظاهره، وعهدهم عهد مؤبد. طيب تعالوا نقول بالمره انواع العهود ما بين المسلمين والكفار. في عندنا عهد مطلق، وعهد مؤقت، وعهد مؤبد، وعهد شخص. تاني هنقول عندنا اربع انواع من العهود ما بين المسلمين والكفار. النوع الاول اللي هو العهد المطلق. عهد المطلق يعني ايه؟ يعني غير محدد بمدة معينة، وده عهد جائز، يعني يجوز نقضه مع مجرد الخوف منهم، بدون ما ينقضوا عهدهم، مجرد احنا قلقانين منهم، خايفين منهم، ممكن ننقض العهد ده. عهد غير لازم وعهد جائز يجوز نقضه من الطرفين. طبعا هو خلي بالك الامر اكثر تفصيلا من ذلك، يعني ممكن نخلي العهد جائز من طرف، لازم من طرف اخر. يعني ممكن اقول الطرف ده لازم ليا، جائز بالنسبه لك، جائز بالنسبه لك، لازم ليا، او جائز من الطرفين. والاصل في العهد المطلق ان هو جائز من الطرفين، يجوز نقضه من الطرف ده او من الطرف ده، بس بشرط بعد الاعلان. قال الله عز وجل: واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. يعني ايه؟ يعني فانبذ اليهم عهدهم حتى تكون انت وهم في العلم بنبذ العهد سواء. يعني لازم تنبذ اليهم عهدهم نبذا واضحا، حتى تكون انت وهم في العلم بنبذ العهد سواء. واضح ولا ايه؟ طيب يبقى ده العهد المطلق وده عهد جائز. مثاله المعاصر وقف اطلاق النار. احنا بنعلن وقف اطلاق نار، هل ده عهد لازم الاثنين؟ لا، انا ممكن اقول بعد شويه اعلنت عدم التزامي بوقف اطلاق النار. واضح ولا ايه؟ بس ما ينفعش اقول وقف اطلاق نار واجي ضارب على اللي قدامي. بس ممكن وقف اطلاق النار ده اعلن في اي لحظه عدم التزامي بيه، لان هو غير لازم، هو عهد جائز بمعنى يجوز نقضه، بس بشرط ان يكون بعد الايه؟ الاعلان. تمام؟ طيب العهد المؤقت ده عهد لازم واجب لا يجوز نقضه الا ان نقضوه. قال الله عز وجل: فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. طالما عهد مؤقت بمده محدده. طيب العهد المؤبد اللي هو الجزيه اللي هو الذمه، وده عهد يتوارث ولا يحتاج الى تجديد منهم ولا من ابنائهم. ربنا عز وجل قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فلو فعلوا ذلك خلاص مامورين بكف اليد عنهم. مثلا قال: فاقبل منهم وكف عنهم. هذا كف عنهم امتى؟ الى ما لا نهايه، ده مؤبد. فعشان اجي اقول له خلاص انا مش هاخد منك جزيه وهقتلك، دمك حرق، ما ينفعش. طالما دفع الجزيه وصغر لاحكام الاسلام الظاهره يبقى ده عهد مؤبد ويرثه ابنائه من بعده، لا يحتاج الى تجديد. تمام؟ مؤبد يعني لغايه امتى؟ مش لابد الابدين، مؤبد يعني الى نزول عيسى عليه السلام. الشرع وقتها الى نزول عيسى، لما ينزل عيسى عليه السلام لا جزيه. مثلا قال: ويضع الجزيه عن عيسى عليه السلام. يعني ايه يضع الجزيه؟ لا يقبل جزيه، اما الاسلام او السيف. فهو كلمه مؤبد دي تجوز من العلماء اللي قالوها، يقصدون يعني الى نزول عيسى عليه السلام. تمام؟ طيب يبقى العهد الشخصي اللي هو بيسموه الامان، ان شخص دخل بلاد المسلمين فنؤمنه، او مسلم دخل بلاد الكفر فيؤمنهم من نفسه. يعني هو رايح بلاد الكفر فيؤمنهم من نفسه، او واحد كافر دخل بلاد المسلمين فنؤمنه على نفسه. العهد الشخصي ده قسمين، قسم واجب وقسم جائز. الواجب هو اذا ما اراد ان يتعرف على الاسلام يجب علينا ان نؤمنه. قال الله عز وجل: فاجره حتى يسمع كلام الله ثم يبلغه مأمنه. يعني هو جاي يقول لنا جاي عايز اتعرف على الاسلام، واجب علينا ان احنا نؤمنه. طيب والجائز اذا كان لمصلحه دنيويه، واحد جاي تاجر جاي يعمل اي حاجه، جائز ان احنا نؤمنه. ولو بعد ما امناه قلنا لا خلاص هنفك امانك، ممكن نفك امانه بس بشرط نبلغه مأمنه الاول. واضح؟ يبقى ده جائز. طيب هل يجوز ان يعطى لمده طويله ام لا؟ في خلاف ما بين العلماء. عهد الامان ده لو هنؤمن كافر داخل بلاد المسلمين نؤمنه قد ايه؟ بعض العلماء بيقول 4 شهور، ده مذهب الشافعيه، عشان الايات اللي هي بتاعت
تأجيل الكفار 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر. فبيقول الأمان اللي نقدر نديه الكافر قد إيه؟ 4 شهور. ده مذهب الشافعي. الأحناف بيقولوا لا، نؤمنه سنة، أقصى حاجة سنة. ليه؟ يقول لك حتى لا يكون ذريعة إلى إسقاط الجزية. ما هو لو قعد في بلاد المسلمين على طول، مفترض يعمل إيه؟ يدفع الجزية، والجزية بتدفع كل سنة. فأنت لو طولت في عهد الأمانة عن سنة، يبقى كأنك بتتحايل على إسقاط الجزية. يقول لك أقصى حاجة سنة. الحنابلة بيقولوا 10 سنوات، عشان معاهدة صلح الحديبية بين المسلمين وبين المشركين كان مدتها كام؟ 10 سنوات. والأوسط قول الأحناف اللي هو إن الأصل لا يزيد على سنة إلا إذا كان في مصلحة قوية. تمام؟ هو مفيش نص شرعي بيمنع من فوق السنة، بس هو ده الظاهر، إن هو ده معنى معقول، إن فعلا زاد عن سنة يبقى أنت كده إيه؟ في درجة من درجات التحايل على إسقاط الجزية، هيقعد في بلاد المسلمين يبقى يدفع الجزية، واضح؟ طيب. فبيقول فأمر أن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم به ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده، يبقى اللي نقض عهده يقاتل، واللي استقام على العهد المؤقت هنتم له عهده الى مدته. طيب من لم يكن له عهد الناس امر بايه؟ امر ان يرجع قد ايه؟ ومن له عهد مطلق الناس امر بان يرجع قد ايه؟ نقدر نقول كده الناس كانوا اقسام، قسم محارب مامورين بمحاربته، قسم ليه عهد مؤقت وملتزم بعهده هنتم له العهد الى مدته. طب قسم كان ليه عهد ونقض العهد هنقاتله. قسم كان له عهد مطلق ده أمر أن يؤجل 4 أشهر، وقسم لم يكن له عهد أصلا وده أمر أن يؤجل إلى نهاية الأشهر الحرم. تمام كده؟ هو سورة براءة اللي فيها الأحكام دي كلها، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم المشركين، قرأت على المشركين يوم إيه؟ إيه؟ يوم الحج الأكبر اللي هو يوم، على الراجح يوم الحج الأكبر يوم إيه؟ يوم النحر، هو في خلاف والراجح يوم النحر. طيب من يوم النحر كده اللي هو يوم 10 ذي الحجة، اللي ملوش عهد خالص ويتأجل 4 شهور يبقى لغاية امتى؟ لغاية 10 ربيع الأول. تمام؟ من 10 ذي الحجة لغاية 10 ربيع الأول كده 4 شهور بالتمام والكمال. طيب ده اللي ليه عهد مطلق، اسف، ده اللي ليه عهد مطلق وأمر انه يؤجل 4 شهور. طب اللي ما كانش ليه عهد خالص وأمر ان يؤجل إلى نهاية الأشهر الحرم، نهاية الأشهر الحرم يعني لغاية فين؟ اخر محرم. تمام؟ يبقى الفرق بينهم ان ده امر ان يؤجل 50 يوم اللي هو لغايه نهايه محرم 50 يوم، انما الثاني امر ان يؤجل ايه؟ 4 شهور كاملين. واضح؟ طيب في اللي ليه عهد مطلق ربنا عز وجل قال براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، عاهدتم عهد مطلق، فسيحوا في الارض 4 أشهر. يبقى اللي معاهد يقعد كام؟ 4 شهور. طب واللي عهده مؤقت فيتم اليهم عهدهم الى مدتهم. طب اللي مالوش عهد خالص، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين. الاشهر الحرم اللي هم ايه؟ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم اللي هم المعروفين ذي القعده ذو الحجه والمحرم وشهر رجب. في خلاف بين العلماء، عشان قبل ما نقرا الكلام كده في تفسير، فإذا انسلخ الأشهر الحرم إيه المقصود بيهم؟ هل أشهر الحرم اللي هم الأشهر الأربعة الحرم المعروفين، ولا الأشهر الحرم اللي هم الأشهر اللي كان محرم فيهم قتال الكفار اللي هو فسيحوا في الأرض 4 أشهر؟ يعني هل أشهر المحرمة في أصل خلق السماوات والأرض، ولا أشهر التسيير اللي هو فسيحوا في الأرض؟ واضح ولا فيها خلاف؟ والراجح ان هو الاشهر الحرم الحرم. فاذا انسلخ الاشهر الحرم للعهد، وفي القران لم يسمى اشهر حرم الا ايه؟ اللي هي الاشهر الحرم المذكوره الاربعه في الايه. تمام؟ انما الثانيه دي ما اسمهمش الاشهر الحرم، اسمهم اشهر التسير اللي امروا فيها ان يسيروا في الارض وان يسيحوا في الارض. واضح ولا ايه؟ ها؟
تمام. وبعدين زي ما قلنا الآية الأولى بتتكلم على المعاهدين من الكفار، أما الآية الثانية بتتكلم على إيه؟ من سواهم. فإذا انسلخ أشهرهم فاقتلوا المشركين كافة، إنما الأولى بتتكلم على المعاهدين منهم يؤجلوا 4 شهور. واضح؟ طيب نقرا الكلام. بيقول: ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية. طبعا أهل الكتاب بنص الآية، ويقاس عليهم على الراجح كل الكفار أنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية، كما سيأتي مسألة مهمة اللي هي مسألة من تؤخذ منه الجزية من الكفار، هل أهل الكتاب فقط أم الجميع. تمام، هناخدها دلوقتي يعني بعد صفحة كده ولا حاجة. طيب بيقول: فأمر أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها في نفس الصورة بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان، وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبذ عهودهم إليهم، وجعل أهل العهد معه في ذلك 3 أقسام: قسما أمره بقتالهم وهم الذين نقضوا عهده ولم يستقيموا له فحاربهم وظهر عليهم، مفهوم مخالفة من قول الله عز وجل: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، يبقى لو لم يستقيموا يقاتلوا. تمام، وقسما لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ولم يظاهروا عليه فأمره أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم، وقسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق. يبقى القسم الثالث دخل بالك في الحياة نوعين، وابن القيم بيضم الاثنين على بعض لأنه بيرجح إيه؟ إن فإذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هم 4 شهور، والحال إيه؟ هو الراجح إن هم لا، قسمين مختلفين، اللي له عهد مطلق ده قسم، ومن لم يكن له عهد ده قسم تاني. تمام؟ بيقول: قسما لم يكن لهم عهد ولم يحاربوه أو كان لهم عهد مطلق، فأمر أن يؤجلهم 4 أشهر. مين اللي أمروا إن هم يؤجلوا 4 أشهر في الحقيقة؟ المعاهدين، براءة من الله ورسوله إلى الذين إيه؟ عاهدتم من المشركين. لكن من لا عهد له فدول ما فيش معنى ان احنا نجيلهم 4 شهور. ليه نجيلهم 4 شهور؟ مخابرة الكافر الذي لا عهد معه اسمه شرعا ايه؟ كافر حربي. معنا ولا ايه؟ خلي بالك نقدر نقسم الكفار 3 أقسام: كافر معاهد، كافر ذمي، كافر مستأمن، 4 أقسام، والرابع الحربي. طيب الذمي اللي هو يعيش في بلاد المسلمين ويلتزم احكام الاسلام الظاهره ويدفع الجزيه. المعاهد اللي هو في بلد واحنا في بلدنا وبيننا وبين بعض عهد. المستأمن هو دخل بلاد المسلمين بامان، او مسلم دخل بلادهم بامان واعطاهم امان له منهم. طب الرابع الحربي، مين الكافر الحربي؟ لا، الحربي هو من لم يكن ذميا ولا معاهدا ولا مستأمنا، مش لازم يكون بيحاربنا، طالما مش ذمي ولا معاهد ولا مستأمن هو ده الحربي. واضح ولا ايه؟ ده توصيف فقهي. ايه؟ خرج من 3 هو حربي، يعني ايه؟ يعني مستهدف بالنسبه لنا. تمام؟ وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلون كافه، يبقى اصل قتال المشركين، فطالما هو كافر الاصل هو حربي، الا لو استثني من حكم الحرب بال3 حالات دول، انه يكون معاهد او ذمي او مستأمن. تمام؟ فعشان كده بنقول اللي ملوش عهد ده ايه معنى ان هو يؤجل 4 شهور؟ مفيش معنى. انما لما يؤجل نهايه الاشهر الحرم ده ليها معنى. ليه؟ لان اشهر الحرم يحرم فيها ابتداء الكفار بالقتال. خلي بالك الاشهر الحرم يحرم فيها بدء الكفار بالقتال، لكن لو بدانا القتال قبل دخول الاشهر الحرم ثم دخل الاشهر الحرم يستمر القتال، او لو قاتلونا يجوز لنا ان نقاتلهم فيها. الله عز وجل قال: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. تمام؟ يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وقال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، بالذنوب عامة وبالقتال خاص. بنقول ان الاشهر الحرم دي يحرم فيها ابتداء الكفار بالقتال، لكن خلي بالك الجمهور على ان الحكم ده منسوخ، يعني الجمهور على ان تحريم بدء الكفار بالقتال منسوخ، ده قول المذاهب الأربعة، ورواية عن احمد وترجيح شيخ الاسلام ابن القيم وابن تيمية وترجيح الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين كذلك، ان الحكم ده باقي، لان سورة البقرة نزلت سنة 2 هجرية وسورة براءة نزلت سنة
تسعة هجرية، وما بينهما كم سنة؟ سبع سنين. ودي الاثنين فيها تأكيد ايه؟ نفس الحكم، ان الاشهر الحرم دي لا تظلموا فيهن انفسكم، وان لا يجوز قتل الكفار الا بعد انسلاخ الاشهر الحرم، فدل على الحكم ده باق ولم ينسخ. تمام. طيب، قال الى ان قال يعني ابن القيم رحمه الله: فقاتل الناقض لعهده واجل من لا عهد له او له عهد مطلق اربعة اشهر. عرفنا ان في فرق ما بين من له عهد مطلق ومن لا عهد له. من لا عهد له اجل قد ايه؟ لغاية انسلاخ الاشهر الحرم. انما من له عهد مطلق وده اللي اجل قد ايه؟ اربعة اشهر. وامره ان يتم للموفي بعهده عهده الى مدته، فاسلم هؤلاء كلهم ولم يقيموا على كفرهم الى مدتهم. يعني اللي له عهد مطلق اسلم، واللي له عهد مؤقت اسلم، دول كلهم ايه؟ اسلموا. وضرب على اهل الذمة الجزية، فاستقر امر الكفار معه بعد نزول براءة على ثلاثة اقسام: محاربين له، واهل عهد، واهل ذمة. يبقى ناس محاربين، وناس اهل عهد، وناس اهل ذمة، بعد نزول السورة مباشرة. ثم آل أهل العهد والصلح إلى الإسلام، يعني أهل الصلح دول تحولوا الإسلام، فبقى ناس إيه؟ إما محارب وإما ذمة، ده اللي هم الكفار يعني. فصاروا معه قسمين: محاربين وأهل ذمة. والمحاربون له خائفون منه، فصار أهل الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به، ومسالم له آمن، وخائف محارب. واضح التقسيم كله ولا إيه؟ يبقى نزل سورة براءة، الناس اقسام: معاهدين سواء عهد مطلق او عهد مؤقت، ومن لا عهد لهم، والذميين، والكفار المحاربين. معاهدين عهد مطلق وعهد مؤقت ومن لا عهد لهم، كل دول اسلموا، فبقي مين؟ اهل الذمه واهل الحرب. تمام. يظهر من هذا التلخيص لمراحل التشريع، لمراحل تشريع الجهاد، انه مر بمراحل. اولها مرحله الكف والاعراض والصفح، حيث كان القتال محرما. قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. في نقطة مهمة لما نيجي نتكلم عن مرحلة الاستضعاف دي، اللي هي أمر فيها المسلمون بكف اليد. أمرنا بكف اليد ونعمل إيه بقى؟ قاعدين فاضيين بقى نلعب، نعمل إيه؟ بنعمل إيه في مرحلة إحنا فاضيين فيها دي؟ لازم نجتهد غاية الجهد في تربية النفس بالعبادة. ربنا جل قال: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، وإيه معاها؟ لازم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هتلاقي آيات الأمر وكف اليد فيها كده مقترنة معاها دي على طول. قال الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا وود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ها، واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. يبقى الامر بالعفو والصفح وكف اليد دايما مقترن بايه؟ كثيرا ما يقرن بالامر بعباده الله عز وجل. تمام. يبقى احنا في مراحل الاستضعاف اللي احنا مامورين فيها بكف اليد، مامورين فيها ايضا بتربيه النفس على معاني الايمان والعباده والطاعه وتعلم العلم. ودي نقطه مهمه جدا، ان انت زي ما قلناها في اول مره، ان انت الاصل الانسان ينشغل بالمقدور عليه ييسر الله له المعجوز عنه. انت دلوقتي مش قادر على قتال الكفار، طب انشغل بما تقدر عليه من انواع العبوديه، ربنا هيفتح ليك وييسر لك انواع العبوديه التي لا تستطيعها الان. انما اللي بيحصل من التيارات اللي هي المسماه بالتيارات الجهاديه العكس، تلاقيه ينشغل بما لا يقدر عليه ويترك ما هو قادر عليه. ودلوقتي مش قادر يقاتل الكفار، يقوم يعمل ايه؟ يقعد ليله نهاره ينشغل بالموضوع ده، بالكلام عن قتال الكفار، بازاي تجهيز المفخخات، تجهيز مش عارف ايه، تنظيف الاسلحه، تركيب الاسلحه. طيب واللي هو قادر عليه دلوقتي من اقام الصلاه وايتاء الزكاه وبر الوالدين وطلب العلم الشرعي وصله الرحم والدعوه الى الله، يتركه. ده في الحقيقه لم ينصر الدين، وغالبا لن ينصر الدين. هو دلوقتي لم ينصر الدين فيما يستطيعه من نصرة. احنا قلنا النصرة دي مش متوقفة على القتال، انواع كتيرة جدا من النصرة. كونوا انصار الله كما قال الحواريين، كما قال عيسى بن مريم الحواريين: من انصار الى الله؟ قال الحواريين: نحن انصار الله. فدلوقتي ما نصرش الدين في واقعه،
هتلاقي أسرته وأهل بيته وجيرانه وأصحابه ومسجده لم ينصر فيهم الدين، لم يقم بما يجب عليه من الدعوة، من طلب للعلم ولا من عمل وعبادة ولا من دعوة إلى الله عز وجل، لم ينصر الدين. هل ده يتوقع منه لما يجي وقت الشدة، وقت نزول الكفار أو وقت التحام الصفوف، هل ده متوقع منه ينصر الدين؟ ولا هو ده اللي لما يؤمر بقى بالقتال، ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم إيه يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية. فطالما لم ينصر الدين وقت استطاعته بما يمكنه، فده لما يفتح عليه درجات أعلى من استطاعة غالبا إيه لن ينصر الدين أيضا، بيكون الأمر عنده مجرد شماعة بيعلق عليها تقصيره فيما يستطيع. يعني هو دلوقتي يقصر فيما يقدر عليه من طلب للعلم ومن ترك للذنوب والمعاصي والمحرمات ومن فعل الطاعات والواجبات، يترك كل ذلك ويعلق على شماعة إيه؟ لو في بس خلافة إسلامية كده، لا لو المجتمع يحكم بالشرع، لا لو مش عارف إيه، ده مثلا إيه، ده الناس اللي هم المتبرجات دول هو تلاقيه بيبص الحرام. واضحة؟ فيتمنى بقى لو خلافة عادت بقى وكده هيبقى بقى إيه، يعني قيام الليل ده البيوت كلها بقى كده إيه تسمع زنة الناس بقراءة القرآن بالليل، ويبقى قيام الليل ده الناس كلها تقيم الليل بقى خلافة إسلامية. طب وانت ايه الحائل بينك وبين مصحفك النهارده؟ ايه الحائل بينك وبين صلاتك؟ ايه الحائل بينك وبين محرابك؟ حد بيمنعك من قيام الليل؟ احنا في استضعاف، بس في الاستضعاف ده حد بيمنعك من قيام الليل؟ محدش. فهو يترك ما يستطيعه الان من نصره للدين ويعلق على شماعه لما تقوم الخلافه، لما يجي الجهاد في سبيل الله، لما تمام. روى ابن جرير والنسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله إلى المدينة أمر بالقتال فكفوا، يعني كف بعضهم. فأنزل الله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، إلى آخر الآية، ليه؟ فلما كتب عليهم القتال. طبعا الحديث ده مهم جدا، في فايدة عظيمة. كنا في عز ونحن مشركون، فلما أمنا صرنا إيه؟ أذلة. في واحد يعني هو في الجاهلية محدش بيقدر يقول تلت التلات كلمة، محدش يقدر يفتح بقه في وشه، محدش يقدر يعني يقرب جنبه، بس عشان بقى هو التزم بدأت الناس إيه؟ تضايقه واستضعفوه ويكلموه بطريقة مش كويسة، ممكن يجي واحد مثلا يقول له كلام مش ظريف وكده، وهو بالمقاييس الدنيويه مثلا بالنسبه له مثلا هو شايف ان ده ازاي ده يكلمني كلام زي كده مثلا، فيبقى عايز ينتقم، عايز ان هو ايه ينتصر لنفسه، وهو الاصل ده حقه، يعني هو المغلوط فيه فالمفروض ان هو هينتصر لنفسه. فلما امنا صرنا اذله، ازاي نستحمل الكلام ده؟ فقال النسام: اني امرت بالعفو. يبقى ده امر الهي. هنا بقى يظهر القوي في الحقيقة، ليس الشديد بالإيه؟ بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ودي المجاهدة الحق. هنا بقى أنك أنت تجاهد نفسك، أنك أنت تلجم نفسك بلجام التقوى. الشرع أمرك بالعفو وأنت قادر، أنت كنت في الجاهلية محدش بيقدر يكلمك، قادر على الانتصار مثلا لو أنت لوحدك يعني، بس أنت مأمور أنك أنت تراعي مصلحة الدعوة دي. زي مثلا في قصة موسى عليه السلام كما سيأتي، موسى عليه السلام قادر على أنه يقتل المصري الظالم وقتله فعلا، لكن خطأ، يعني كان ضربة شديدة شوية، لكن القتل ده هيؤدي إلى إيقاف الدعوة إلى الله عز وجل. عشان كده موسى عليه السلام قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. فدي نقطة مهمة جدا، أنك أنت لازم تجاهد نفسك في ذات الله، والمجاهدة دي في مرحلة الاستضعاف بتكون أنك أنت تجاهد نفسك على كف اليد. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أحيانا كف اليد بيحتاج مجاهدة نفس. تمام؟ طيب، فقال: إني أمرت بالعفو. يبقى شوف حديث ده إني أمرت بالعفو، حطه جنب حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. يبقى شوف أمر وأمر، يبقى ده أمر إلهي وده أمر إلهي. لازم يعني نستشعر المعنى ده، إن مش المشايخ بيقولوا لنا كذا، بيقولوا لنا لا ما تقاتلوش دلوقتي، ده أمر إلهي من الله، ده الذي يحبه الله الآن في مرحلة استضعاف. وقت التمكين ده الذي يحبه الله وأمرنا به القتال. عشان كده بنقول لازم دراسة فقه الجهاد. ليه؟ لأن القصة ما فيهاش أحوط، أنت يا إما تترك واجب يا إما تفعل محرم، ما فيش احتياط فيها. يعني ما تقولش مثلا طب الاحتياط إن أنا أقاتل وخلاص وأبقى جاهدت في سبيل الله، لا ده أنت ممكن تكون مأمور بالعفو والكف. ما تقولش طب الاحتياط إن أنا ما أقاتلش،
لا، ممكن تكون انت مأمور بالقتال ففيش هنا احتياط. احيانا بتبقى مأمور بكف اليد واحيانا مأمور بالقتال، فلازم تعرف راسك من رجليك، تعرف انت مأمور بدي ولا مأمور بدي. واضح؟ وقال ابن القيم رحمه الله عن هذه المرحلة: والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم القتال. واضح جدا هنا بقى ان الحكم ده حكم معلل بعلة. يعني ليه امروا بكف اليد؟ في علة، ما كانش فيه شوكة ولا شد الجناح، ولما حصل وجود الشوكة وقوتها واشتداد الجناح امروا بامر اخر. يبقى الاحكام دي، المراحل التشريعية دي، ليست مراحل تعبدية محضة بمعنى ان هي غير معقولة المعنى فلا يقاس عليها. لا، ده كل العلماء بيتكلموا عليها ان هي معقولة المعنى ويقاس عليها، وسيأتي كلام اهل العلم خصوصا كلام شيخ الاسلام في الصارم المسلول اللي هو: فمن كان بأرض هو فيها مستضعف فليعمل بآية الصفح والعفو، ومن كان بأرض هو فيها ممكن فليعمل بآية قتال المشركين كافة، وآية قتال أئمة الكفر، وآية قتال الذين لم يؤمنوا، آية قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيبقى الأحكام دي أحكام معللة بعلل ظاهرة واضحة، اللي هي علة القدرة والاستطاعة والمصلحة والمفسدة. علة القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. تمام؟ عشان كده، ودي نقطة مهمة تانية برضو، ان المراحل دي زي ما قلنا في الاول لم يلغي بعضها بعضا، مش الغاء تام. عشان كده النظام لما مات، رغم ان كان اخر مرحلة المرحلة الرابعة، هل كل الكفار كانوا يعاملون بصورة الجزية ولا كان في كفار معاهدين بصلح مطلق؟ كان في زي اهل خيبر، اهل خيبر لغاية ما مات النظام وكان بين المسلمين وبينهم ايه؟ صلح مطلق. طب ليه لما نزلت سورة براءة النظام لم يلغي احكامهم وجعلهم جزية؟ الامر حسب المصلحة. واضح ولا ايه؟ دي الصورة النهائية عند القدرة والاستطاعة والمصلحة الظاهرة، لكن مش دي الصورة الوحيدة. واضح؟ طب في عهد ابو بكر الصديق، خلي بالك الناس استمر على صلحه معهم الى مات، وتمنى لو طردهم من جزيرة العرب لكن لم يفعل. طب ابو بكر لما جه في اولويات، كان في قتال اهل الردة، وبعدين بداية الفتوحات بقى على حدود دولة الاسلام، بداية الفتوحات بتاع العراق والشام. لما عمر جه امتدت زمان خلافة عمر، واستطاع ان هو ينفذ ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وما انشغل ابو بكر الصديق عن فعله واجلاه عن جزيرة العرب. واضح؟ يبقى ده كله يؤكد ان صور معاملة الكفار ليست محصورة في القتال حتى يعطوا الجزية. تمام؟ بيقول: حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم بالقتال ولم يفرضه عليهم، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وهذه هي المرحلة الثانية، مرحلة الإذن بالقتال. ثم المرحلة الثالثة، وهي الأمر بالقتال لمن قاتلهم دون من لم يقاتل، وذلك بقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. زي ما قلنا كلمة ولا تعتدوا، إما ولا تعتدوا بقتال من لم يقاتل، أو ولا تعتدوا في قتالكم بقتل من لا يستحق القتل، أو بالتمثيل، أو بالغدر. واضح؟ يعني بفعل ما لا يحل في القتال. يبقى ولا تعتدوا بقتال من لم يقاتل، أو ولا تعتدوا في القتال بفعل ما لا يحل. تمام؟ ثم المرحلة الرابعة، طبعا اللي بيفسرها ولا تعتدوا في القتال بيقول إن الآية دي مش منسوخة. فاهمين ده ولا إيه؟ اللي بيقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا بقتال من لم يقاتل، بيقول الآية دي منسوخة بآية وقاتلوا المشركين كافة. إنما اللي بيقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا في القتال، بيقول الآية دي بقية ليوم القيامة. وكلمة وصف الذين يقاتلونكم ده وصف أغلبي للكفار. يعني الوصف ده ليس وصفا احترازيا، إنما وصف أغلبي، بمعنى الكفار كده كده بيقاتلون، فاحنا هنقاتلهم عشان هم بيقاتلون، وصف تحفيزي عشان نقاتلهم لان هم بيقاتلون. واضحه ولا ايه؟ زي قول الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه. واضحه ولا ايه؟ يبقى الذين يقاتلونكم مش وصف احترازي على التفسير ده، انما على التفسير الاول: وقاتلوا الذين في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يعني دون من لم يقاتلكم، ولا تعتدوا بقتال من لم يقاتل. تبقى الايه دي كده منسوخه، مش منسوخه بالمعنى الصحيح النسخ، بمعنى ان هي كانت في مرحله ثم وصلنا الى ما هو اعظم منها اللي هي المرحله الرابعه. تمام؟ ثم المرحله الرابعه، فرض عليهم قتال المشركين كافه بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافه، وقوله:
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. طبعا حيث وجدتموهم يعني في أي مكان وجدتموهم فيه، وده يدل على جهاد الطلب وأنه ليس هناك حدود للدولة الإسلامية. تمام، مفيش حسمة يعني دي الدولة الإسلامية وهندافع عنها، وهيجي لسه الكلام عن جهاد الدفع وجهاد الطلب، لكن الآيات صريحة في جهاد الطلب، وإنكار جهاد الطلب بدعة ضلالة ناتجة عن هزيمة نفسية ناتجة عن النظر إلى واقع المسلمين الضعيف وواقع الكفار الأقوى دنيويا من المسلمين. طبعا دايما الضغوطات اللي هي الواقعية اللي زي كده، لما يلاقي الناس ان الواقع مختلف عن الشرع، الواقع المتاح مختلف عن المأمول المطلوب شرعا، فالناس بتلاقيهم طرفين وسط، طرف يقتصر على الواقع ويجعله هو الشرع. احنا دلوقتي كواقع ضعفاء جدا، اخيرنا احنا ندافع عن نفسنا، انما نروح نحتل امريكا ولا فرنسا ولا بريطانيا، بس احنا بس نخلينا بس على حدودنا دي وندافع عن نفسنا. فيعمل ايه؟ يجعل الواقع هو الشرع، والطرف الثاني ينظر الى الشرع ولا يراعي الواقع الذي هو فيه. تمام، والصواب انك انت تبقى ايدك في الواقع اللي انت فيه وعينك على الشرع اللي انت رايح له، ايدك في المتاح قدامك وعينك على الايه المأمول اللي انت عايز توصله. الكلام ده في كل المسائل والقضايا، مش بس في قضيه الجهاد، ابسط القضايا الدعويه. يعني بنضرب مثال مثلا بامراه متبرجه تماما، غير لابسه مثلا لغطاء راس، فواقعها ان هي مثلا ما تقدرش تلبس حجاب في المكان اللي هي فيه، فرضا يعني هي بتقول فرضا ان هي تقدر تلبس مثلا ايه طرحه لف كده حاجه نص كم. فانا دلوقتي قدام واقع وقدام شرع، هعمل ايه؟ هنجمع ما بين الاثنين، لازم اقول لها الشرع، ما ينفعش نحرف الشرع تحت اي ذريعه من الذرائع، تحريف الشرع ده مداهنه غير مقبوله مهما كانت المصلحه المتوهمه. يبقى نقول لها والله شرع ربنا الحجاب وصفه كذا كذا كذا. طب هي بتقول بس انا دلوقتي يا اما البس كده يا اما ما البسش، ده الواقع. اقول لها ايه؟ البسي، دي خطوه للامام، هنقترب من الشرع، يبقى انا راعيت الواقع وفي نفس الوقت بينت الشرع. طيب الطرفين، طرف عينه على الشرع بس، لا اللي انت تعمله ده مش لازمه، يا تلبسي الحجاب يا ما تلبسيش، ده كده ايه عينه على الشرع بس مش دعوه بالواقع. طرف، والطرف الثاني يا سلام على الطرحه اللف، يا محلى الطرحه اللف، يا جمال الطرحه، هو حد يقول البس الطرحه اللف ده كده جميل، ده انت كده محتشمه ومحجبه وزي الفل، وشرعا الايه الواقع المخالف للشرع. تمام، ف يبقى احنا هم دول الطرفين وسط، هتلاقيهم بقى في كل القضايا، بقى قضية تحكيم الشريعة، في قضايا كتيرة جدا يعني. قال الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. طيب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إيه المقصود منها؟ في احتمالين، اما المقصود ان دي الغايه الحقيقيه من الجهاد، ان احنا نفسنا انهم يعملوا ايه؟ يتوبوا يدخلوا الاسلام، لكن لو اعطوا الجزيه وظلوا على كفرهم سنكف عنهم. تمام كده؟ او ان فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني المقصود منهم فئه معينه من المشركين وهم عبده الاوثان. وده مبني على الخلاف في مساله ممن تؤخذ الجزيه، احنا قلنا نقولها كده مش لازم نكتبها. ممن تؤخذ الجزيه دي فيها ثلاث اقوال اهل العلم. القول الاول ان هي تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس فقط، ده اضيق الاقوال، بعدين اوسع. اضيق الاقوال ان هي تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، ودول مجمع عليهم ان هي تؤخذ منهم، وده قول الشافعيه والحنابله. القول الثاني ان هي تؤخذ من كل المشركين ما عدا مشركي العرب، من كل الكفار، والله يهودي نصراني بوذي مجوسي وثني، اي حد ما عدا مشركي العرب لا تؤخذ منهم، عبدة الاوثان من العرب دول لا تؤخذ منهم، وده قول الاحناف. القول الثالث ان هي تؤخذ من جميع الكفار، وده قول مالك وده صحيح ان هي تؤخذ من جميع الكفار. تمام، طيب بناء على الخلاف هل هي تؤخذ من جميع ولا لا، في خلاف في تفسير الايه. اللي بيقولوا ان في قسم من الناس مش مقبول منهم الا الاسلام او السيف،
بيقولوا هم دول المقصود بقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. مش هنسيبهم غير لما يتوبوا، غير لما يسلموا. لو ما اسلموش السيف. مين من الكفار اللي كده؟ اللي هم المشركين عبدة الأوثان. تمام. طيب اللي بيقول بقول مالك وده صحيح، بيقول ان دي اما ان احنا نحملها على الظاهر او الباطن. الباطن ان ده غرضنا وهدفنا ان هم يتوبوا فما فيش مشكله. طب لو حملناها على الظاهر هتبقى دي احدى علتين للكف عن المشركين. ما احنا بنجمع ما بين الايات، الايات امرتنا بقتالهم الى ان يحصل ماذا؟ الايه دي ادتنا احدى الغايتين اللي هي غايه ان يسلموا، والايه الثانيه بتاع حتى يعطوا الجزيه عن يد اخبرتنا بالغايه الاخرى التي نكف عندها وهي اعطاء الجزيه والتزام احكام الاسلام الظاهره. واضح ولا ايه؟ طيب فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. طيب وقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. طيب يبقى ممكن نجمع الايتين دول، فان حط عليها دايره كده ولا خط، لو فان تابوا واقاموا الصلاه دي غايه، والايه دي حتى يعطوا الجزيه دي غايه ايه؟ غايه اخرى. يبقى الايه وضحت ان في غايه وغايه ثانيه. ده قول مالك. الشافعي والحنابله بيقولوا ايه؟ بيقولوا لا، دي الايه دي بتتكلم على ناس اللي هم المشركين من غير اهل الكتاب، والايه دي بتتكلم على اهل الكتاب. يقول دي بتتكلم على ناس ودول بيتكلم على ناس ثانيين. والصحيح ان لا، ان الايتين بيتكلموا عن الكفار عموما، وان دي ادت غايه ودي ادت غايه ثانيه. تفصيل المساله لسه هتيجي معانا، لمساله الجزيه ومما انتهى كده. القتال لما ان احنا نرجو منهم ان هم يخشوا الاسلام، ان هم ينحرفوا، ده رجاء من القتال ده رجاء. دي غايه ودي غايه، دي غايه يكف عندها ودي غايه اخرى يكف عندها. حصل كده او كده هنكف عنها. طيب وقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. زي ما قلنا الفتنه اللي هي ايه؟ الشرك الظاهر، هو ده الذي يفتن الناس. تمام. وبرضه ممكن نفسر ايه تفسيرين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، حتى يعني غرضنا الحقيقي في الباطن نفسنا في ايه؟ هم كلهم ان هم كلهم يسلموا. لكن لو احنا بنتكلم على احكام الظاهر امتى نكف عن القتال؟ مش لما كلهم يسلموا، لما يحصل ايه؟ لما يظهر الاسلام، حتى لا تكون فتنه لا يكون شرك ظاهر ويكون الدين كله لله، يعني الدين الظاهر لله. وعن ابن عباس وابي العاليه ومجاهد وحسن وقتاده والربيع بن انس والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن اسلم، يعني حتى لا يكون شرك. زي ما قلنا ممكن يقيد بالشرك الظاهر لو المقصود على الاحكام الظاهره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله. برضه الحديث فيه خلاف في تفسيره مبني على مساله الجزيه. بعض ما بيقولوا امرت ان اقاتل الناس، الناس دي على عمومها، حتى يقولوا لا اله الا الله دي غايه، والغايه الثانيه حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. وبعض ما بيقولوا لا، امرت ان اقاتل الناس، الناس دي من العام الذي اريد به الخصوص. مقصود بالناس مش كل الناس، مقصود منهم مين؟ غير اليهود والنصارى والمجوس على قول الشافعية والحنابلة، أو مشركي العرب على قول الأحناف. واضحة ولا إيه؟ تعال قول لي كده تفسيرات المذاهب للحديث ده على أنت ده على اللي قلناه من شوية في الجزية، طبقه لي. أقول تاني بتاع الجزية. الشافعية والحنابلة قالوا تؤخذ فقط من مين؟ اليهود والنصارى والمجوس. الأحناف قالوا تؤخذ من الكفار كلهم ما عدا مشركي العرب. المالكية قالوا تؤخذ من جميع الكفار. تعال طبق لي الثلاث مذاهب دي على الحديث. لو فسرناه بتفسير من مالك هيبقى امرت ان اقاتل الناس، مين الناس؟ كل الناس، حتى يقولوا لا اله الا الله دي ايه؟ دي غايه، والغايه الثانيه حتى يعطوا الجزيه عن يد. طيب ابو حنيفه امرت ان اقاتل الناس، مين الناس؟ مشركي العرب. مشركي العرب هم اللي حتى يقولوا لا اله الا الله، مشركي العرب لازم يقولوا لا اله الا الله، ما ينفعش ياخدوا ما لهمش بالسيف. طيب على الشافعيه والحنابله امرت ان اقاتل الناس اللي هو مين الناس؟ الكفار غير اليهود والنصارى والمجوس. تمام. حديث متفق عليه. طيب وهذه المرحلة الأخيرة هي التي استقر عليها الأمر في معاملة المسلمين للكفار من جميع الأجناس، أهل الكتاب وغيرهم. وقال أكثر السلف بنسخ آيات الموادعة والصفح والعفو
ولا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال ولو لم يقاتلوا المسلمين، وهذا جهاد الطلب مع لزوم جهاد الدفع بالإجماع. طيب هيجي بعد كده مسألة هل المراحل دي نسخت أم لا. تلخيص الكلام دلوقتي قبل ما تيجي، إن إيه معنى كلمة النسخ عند السلف؟ كلمة النسخ عند السلف كلمة واسعة تشمل التقييد والتخصيص والتبيين، مش بمعنى إزالة الحكم اللي هو معنى النسخ عند المتأخرين، معنى الاصطلاحي للنسخ اللي هو إزالة لفظ النص أو إزالة حكم النص. فالسلف عندهم كلمة النسخ لا، كلمة واسعة، يعني مثلا يقولوا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، نسختها فاتقوا الله ما استطعتم. يعني ايه نسختها؟ بينتها ووضحتها. واضح ولا ايه؟ يبقى التقييد والتخصيص والتبيين ده كله داخل في معنى النسخ عند السلف. فلما السلف يقولوا ان آية السيف نسخت آية الكف، نسخت الآيات السابقة لها، ايه نسختها؟ يعني قيدتها، خصصتها، ان دي كانت مخصصة بزمن معين بحال معين. واضح ولا ايه؟ طيب بيقول ولا يختلف العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه يلزم المسلمين عند القدرة ابتداء الكفار بالقتال. يبقى إجماعا أن لما نكون قادرين هنعمل بالمرحلة ليه؟ الرابعة والأخيرة اللي هي ابتداء قتال الكفار كافة اللي هو جهاد الطلب مع لزوم جهاد الدفع بالإجماع. طبعا جهاد الدفع طبعا برضو مجمع عليه. وفي حاجة تانية اللي هي ايه؟ تحصيل القدرة على الجهاد. انت لو قادر على جهاد الدفع هتجاهد، قادر على جهاد الطلب هتجاهد، ويجي معنا لسه حكم جهاد الدفع وحكم جهاد الطلب لو انت قادر. طيب لو مش قادر على الجهاد هل يجب عليك تحصيل القدرة ام لا؟ بنقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. قاعدة مهمة تاني، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لكن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. مثال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واحد مثلا وجبت عليه الجمعة، وجبت عليه الصلاة، عايز يتوضى، هو واجب عليه يصلي، يبقى يلزمه أنه يحصل الماء. طب ما فيش مية، يلزمه أنه يسعى في تحصلها. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما يقولش طب ما أنا مش معايا مية يبقى أنا خلاص كده ماليش دعوة، لا، حصل المية. واضح ولا إيه؟ مثال هنا بقى، إن أنت بتجاهد الكفار لما تكون إيه؟ قادر، والقدرة دي هي أنت مأمور بها حتى تقاتل الكفار، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يبقى هي بذاتها أنت مأمور بها من باب ما لا يتم الواجب إلا به. أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، زي الغنى مثلا، هل يجب عليك أنك تبقى غني عشان تجب عليك الزكاة؟ ملك النصاب اللي هو الغنى الشرعي، ملك النصاب، الغنى الشرعي في الزكاة، في غنى في سؤال الناس مختلف. المهم الغنى الشرعي اللي هو في وفي غنى برضه في زكاة الفطر. المهم الغنى في زكاة المال المعتادة اللي هو بملك النصاب. الغنى الشرعي ده هل واجب علينا نبقى غني؟ يعني لو انا اقدر اشتغل واملك النصاب وممكن اقعد انتخ ما اشتغلش، هل يجب علينا ان املك النصاب عشان ازكي؟ لا، ده من باب ما لا يتم الوجوب الا به فهو ايه؟ فليس بايه؟ بواجب. تمام؟ فبنقول ان احنا واجب علينا ان احنا ناخذ بالاسباب التي تصل بنا الى القدرة على قتال الكفار. ومن اعظم هذه الاسباب دعوة الأمة إلى التوحيد وعودة الناس إلى دين الله عز وجل. هذه أصل ما نهضت به هذه الأمة، لم تنهض إلا بدينها. فعودة الناس إلى الدين دي الأسباب الحقيقية التي يرجى بها أن نكون قادرين على قتال الكفار. طيب جهاد الدفع وجهاد الطلب. قبل ما نتكلم عن جهاد الدفع وجهاد الطلب بننبه تنبيه مهم، ان الاصل في الجهاد انه فرض كفاية كما سأت. هذه معناها لسه خلاف العلماء، هل حكم الجهاد فرض عين ولا فرض كفاية ولا مستحب؟ وعامة اهل العلم ان هو فرض كفاية، مذهب الاربعة، لان حكم الجهاد فرض كفاية. والفرض الكفاية ده يتعين في حالات زي ايه؟ زي حالة نزول الكفار ببلاد المسلمين فيجب على أهل هذه البلدة قتالهم، وزي حالة التقاء الصفين، وزي حالة استنفار الإمام، ويجي معنا حالة أن يحتاج المسلمون احتياجا ماسا إلى شخص ما لمهمة لا يصلح لها إلا هو. تمام؟
لسه يجي تفصيل الكلام. المهم ان احنا عندنا اصل واستثناء. الاصل ان الجهاد ايه؟ فرض كفايه. ده مهم عشان بعض العلماء بيقول لك ايه، بيقسمها تقسيمه كده اصطلاحيه لسهوله الدراسه، فيقول لك عندنا الجهاد نوعين، النوع الاول جهاد الدفع وده فرض عين، والنوع الثاني جهاد الطلب وده فرض كفايه. هي مش كده، هي اصل واستثناء مش قسمين. الادله الشرعيه ما خلتهاش قسمين بالطريقه دي، الادله الشرعيه اعتبرتها فرض كفايه واستثنت الفرض كفايه ده الى فرض عيني في حالات محدده. واضح ولا ايه؟ عشان لما نتكلم على شروط الجهاد هي شروط واحده عموما، تمام؟ والشروط دي بتطبق تطبيقات بطريقه معينه في جهاد الدفع وبطريقه اخرى في جهاد الطلب، لكن هي الشروط من جنسها واحده، تمام؟ طيب هيبدا بقى كده نقولات عن بعض عن المذاهب الاربعه في مساله جهاد الدفع وجهاد الطلب. اللي البحث ده من المزايا اللي هو انت ممكن تعتبره عيب من العيوب كثره النقول اللي فيه، والنقول دي بعضها نقول صعبه شويه، يعني تقعد تقرا كده وتفكك كده كل كلمه، الكلمه دي قصده ايه والكلمه دي قصده ايه والكلمه قصده ايه، احيانا تبقى الكلام ده صعب شويه. بس هو ده دي ميزه ميزتين. اول ميزه ان احنا نعرف ان الكلام ده احنا مش بنقوله من عندنا، يعني دي حاجات مش من عندياتنا، مش حاجه جايبينها من كيسنا احنا، ده كلام لا زال اهل العلم يقولونه منذ قديم. الحاجه الثانيه عشان تدرب نفسك على فهم كلام اهل العلم، لما تيجي تقرا في كتب المذاهب الاربعه تبقى بتعرف تفك الالفاظ والعبارات وتعرف ده يقصد ايه وده يقصد ايه وده يقصد ايه. فانا اعتبرها زي فرصه لينا ان احنا نتدرب على قراءه كلام اهل العلم من كتب المذاهب الاربعه. قال النووي رحمه الله في المنهاج، هو كده بدا بمذهب مين؟ الشافعي النووي. قال: كان الجهاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفايه وقيل عين. قيل دي يعني ايه؟ قول مرجوح. لما يحكي القول بصيغه التمريض بالطريقه دي قيل كذا، يبقى القول ده قول مرجوح في المذهب، تمام؟ طيب ليه قول مرجوح؟ اسباب كتير هتيجي معانا لادله ان هو فرض كفايه، منها الناس ما كانش بيطلع بنفسه في كل الغزوات، تمام؟ احيانا الناس كان يخرج بنفسه فتسمى ايه؟ غزوه، واحيانا كان لا يخرج فتسمى سرية، وده الفرق الاصطلاحي ما بين الغزوات والسرايا، تمام؟ وده هيعلمنا في الاداره الجمع ما بين المباشره والتفويض. ان القائد الناجح بيجمع ما بين الاثنين، مباشره بعض الاعمال وتفويض افراد فريق العمل في ايه؟ في اعمال اخرى، ودي قضيه مهمه جدا في الاداره. لو قلنا كده نسبه السرايا للغزوات قد ايه؟ تقريبا يعني تلت للتلتين. الغزوات اللي مثلا خرج فيها حوالي 30 غزوه تقريبا، والسرايا مثلا حاجه و60 او حاجه 70 غزوه، يبقى حوالي تلت لتلتين. ف انت طرفين وسط، طرف القائد اللي هو بيباشر كل شيء بنفسه، كل حاجه هو بيعملها وكل حاجه كل النشاطات وكل المهام هو اللي بيقوم عليها، فده كده مش هيطلع بعده ايه؟ ناس يحسنون العمل، مش هيطلع قاده. والطرف الثاني القائد المأنتخ اللي قاعد في مكتبه في اوضته على سريره وبعمله الحاجات دي بقى، وانتم بقولوا لي ما تخلصوا بقى ماشي، وهو ما بيعملش اي حاجه بنفسه خالص. الناس نزل بنفسه يحفر مع الصحابه في الخندق، تمام؟ فده غلط وده غلط. المباشره الدائمه غلط والتفويض الدائم غلط، لازم الجمع ما بين ايه؟ الاثنين، مباشره وتفويض. المهم الكلام ده بيتكلم على حكم الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يهمنا بقى زماننا. فبيقول: واما بعده فللكفار حالان، احدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. طبعا لما العلماء يقولوا سقط الحرج عن الباقين، طب يعني إيه لم يفعله من فيه الكفاية؟ هيأثم مين؟ الجميع. المقصود بالجميع كل قادر حسب قدرته، وده عموما في الفروض الكفاية مهم أوي المسألة دي، إن فروض الكفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع. المقصود بأثم الجميع دي مين؟ أثم كل قادر حسب قدرته. كلام ليه تطبيقات بقى كتيرة بس إيه؟ مش وقته دلوقتي. قال: طب معلش ناخد تطبيقين كده على السريع. في طلب العلم الشرعي وفي الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر. لما بنقول إن في علوم فرض عين وفي علوم فرض كفاية، إيه العلوم الفرض كفاية؟ علم الشريعة كلها فرض كفاية على كل أهل بلد أن ينتدبوا منهم من يتعلم أحكام الشريعة كلها، ويتعلم كل ما صح عن الرسول، ويتعلم كل القرآن، فرض كفاية، تمام؟
طيب إذا لم يقم به أحد سقط، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع. الإثم ده متفاوت ولا متساوي؟ متفاوت حسب الإيه؟ القدرة. يعني إحنا لو قلنا مثلا المركز مثلا الفلاني، مركز مثلا الصف، محتاج كم واحد يكون قاضي شرعي وكم واحد يكون مفتي؟ كم مثلا؟ 20 و20 مثلا؟ طب خلينا نقول 5 و5 مثلا؟ طبعا لو 20 و20 يبقى فل الفل طبعا، بس ماشي المهم قول 5 و5 مثلا، 5 قضاة و5 مفتين، 10 مجتهدين مثلا، تمام؟ طيب حصل الكلام ده؟ يعني نقدر نقول في مثلا في المركز 10 مجتهدين، علماء مجتهدين؟ الله اعلم فيه ولا ما فيش، بس هنقول هنفرض ان مثلا ما فيش، في واحد في اثنين في ثلاثه او ما فيش خالص، المهم يعني. طيب الاثم بقى ده اللي على اهل البلد كلها، هل متساوي؟ كل واحد حسب قدرته، على قد الفرق ما بين القدره والتقصير. هضرب لك مثال، مثال كده يعني فيزيائي وخلاص يعني. لو انت قدرتك 100 فولت وجبت 20 فولت، يبقى انت مقصر قد ايه؟ 20 فولت. يبقى انت مقصر قد ايه؟ 80 فولت. طب لو انت قدرتك 20 فولت وجبت 19 فولت، يبقى انت مقصر قد ايه؟ فولت واحد. يعني انت ممكن واحد، بص لها بقى، ممكن واحد يكون قدرته 20 فولت وهو جايب 19، يبقى هو مقصر قد ايه؟ فولت واحد. وممكن انت تكون جايب 20 فولت بس انت قاسم اكتر منه. ليه؟ كنت تقدر تجيب 100. وانت تعرف من نفسك بقى، كل واحد عارف هو ضيع نفسه قد ايه. يعني هو يقدر على طلب العلم وضيع قد ايه من عمره، ضيع قد ايه من حياته، ضيع قد ايه من امكاناته في طلب العلم. فيبقى الاثم ده حسب ايه؟ درجه التقصير. قول كده في الدعوه الى الله برضو، شوف انت تقدر تعمل ايه في الدعوه الى الله عز وجل. شوف كل نشاطات تقدر تعملها، خطب جمعه، دروس، كلمات، دعوه فرديه، كل حاجه تقدر تعملها وانشغلت عنها بتوافه بامور لا داعي لها اصلا. بقى انتخى على السرير، بمش عارف وسائل التواصل الاجتماعي، مشاوير ملهاش لازمه، باي حاجه كده، باي امر ملوش داعي خالص. فبرضه نفس الكلام، انت تقدر تجيب مش عارف قد كام فولت، وانت جبت كام فولت، شوف الباقي ده تحاسب عليه. تمام؟ فعشان كده الواجب عليك انك انت تعمل ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم، انك انت تبذل المجهود من نفسك. انك انت تجيب اخرك انت، لن تحاسب على غيرك. يا الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، بس لازم انت تبقى عارف كده بينك وبين ربنا، بل الانسان على نفسه بصيره. تبقى عارف بينك وبين ربنا كده، بينك وبين نفسك، انك انت ايه؟ جبت اخرك، بذلت المجهود من نفسك، تمام؟ المهم بيقول: قال: ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بين واقطع واشل وعبد وعادم اهبة قتال. كل دول ناس لا جهاد عليهم. بيقول: لا جهاد على صبي، اطفال الصغيرين ليس عليهم جهاد. في حديث ابن عمر لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وابنه 14 سنة في غزوة أحد فلم يجزني، ثم عرض عليه مرة أخرى في غزوة الخندق فأجازه صلى الله عليه وسلم. فالأطفال ليس عليهم إيه؟ قتال، هم مش مكلفين أصلا. والمجنون رفع القلم عن ثلاثة، والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة في حديث عائشة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومريض، كل بقى أهل العذار دول اما المنصوص عليهم في الايه او المقاس عليه، وليس على الاعمى حرج. ومريض وذي عرج بين، ما يقدرش يمشي في ساحات الجهاد ولا يقاتل. واقطع، مقطوع الطرف الايد او الرجل. واشل. وعبد، العبد مشغول بخدمه سيده فلا يجب عليه جهاد الايه؟ الطلب. وعادم اهبه قتال، اللي هو ما عندوش حاجه يقاتل بيها اصلا، ما عندوش لا سلاح ولا اي حاجه يقاتل بيها، فقير لا يستطيع ان يشتري سلاحا مثلا. بيقول: وكل عذر يمنع من وجوب الحج منع الجهاد الا خوف طريق من كفار. كل عذر يمنع وجوب الحج، زي ايه مثلا؟ زي الدين، زي هيجي معانا لسه كده الفرق ما بين السفر الامن والسفر المخوف، وجوب الاستئذان، استئذان الوالدين في حاله السفر المخوف. فالمهم ان انت بيقول لك كل عذر يمنع من وجوب الحج منع الجهاد، اللي هو ده قصه طبعا جهاد الطلب. عشان انت مثلا مدين لواحد بفلوس وتسيبه بفلوسه وتطلع انت تجاهد، لا، اقعد سدد له الاول فلوسه وبعد كده ايه؟ اخرج جاهد. ما ينفعش تبقى مدين لواحد بفلوس وتسيبه وتطلع انت تحج، لا، ده انت تقعد سدد له فلوسه وبعد كده ايه؟ حج، الا ان اذن لك الدائن. تمام؟ الا خوف طريق من كفار وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح. لو انت هتحج
وعارف ان في قطاع طرق في الطريق، هل واجب عليك الحج كده ولا مش واجب؟ لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الاستطاعه دي نوعين، حسيه ومعنويه، والحسيه نوعين، بدنيه وماليه. الاصل في وجوب الحج الاستطاعه الماليه، تمام؟ وبعدين لو في استطاعه بدنيه يبقى يجب عليك انك انت تسعى فعلا، والا تنيب. لو انت عاجز عجز لا يرجى زواله، اللي هو المعضوب ده، ممكن ايه؟ ينيب عنه من يحج، ولو مات يخرجون من تركته من يحج عنه. طيب الاستطاعه المعنويه زي امن الطريق، زي وجود المحرم للمراه، دي كلها من انواع الايه؟ الاستطاعه. فالمهم ان امن الطريق من شروط وجوب الحج، من شروط وجوب الذهاب الى الحج، تمام؟ فهل الكلام ده بقى في الجهاد ولا لا؟ لا، في الجهاد ده احنا طالعين اصلا عشان نقاتل، فطالعين بيقول لك خوف طريق من كفار، واحنا رايحين لهم اصلا. وصلت ولا ايه؟ وكذا من لصوص المسلمين على الصحيح. يعني لو فرضنا في قطاع طرق واحنا طالعين نجاهد الكفار وعارفين ان في لصوص في الطريق، خير وبركه، نجيبهم في سكتنا. قال: والدين الحال يحرم سفر جهاد وغيره الا باذن غريمه. سفر جهاد وغيره، سواء سفر مخوف او سفر امن، سواء كده او كده، فعشان انك انت تسافر وانت عليك ايه؟ دين، الا باذن غريمه. والمؤجل لا يمنع، والمؤجل لا يعني ايه؟ يعني لا يمنع. وقيل يمنع سفرا مخوفا. طيب واحد عليه دين هيحل لسه بعد سنتين، يجوز ليه ان هو يحج السنه دي ولا لا؟ يجوز ليه ان هو يطلع يجاهد ويرجع ولا لا؟ وقيل يمنع سفرا مخوفا، قيل يعني قول ايه؟ مرجوح، يمنع سفرا مخوفا، يعني لو في دين مؤجل ممكن تطلع سفر امن، تحج ماشي، تتاجر ماشي، تطلب علم ماشي، لما تطلعش تجاهد. وما تطلعش تتاجر في طريق خطر، هتركب البحر مثلا، البحر ممكن ينقلب بيك ايام ما كان زمان السفن مثلا خطيره. تمام؟ يبقى ده قول تاني في المذهب، مذهب الشافعية، ان لو كان السفر ده سفر امن والدين مؤجل مفيش مشكلة، انما لو السفر غير امن مخوف والدين مؤجل برضو ما تطلعش. واضح ولا ايه؟ لكن ده قول مرجوح، والراجح عندهم في المذهب ان الدين المؤجل لا يمنع اي سفر، سواء سفر امن او سفر ايه؟ مخوف. تمام؟ جزاك الله خير. قال: ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين، لا سفر تعلم فرض عين. يعني إذن الأب والأم مشترط في السفر الإيه؟ المخوف، لأن السفر المخوف تذهب به مصلحتهما، مصلحتهما في خدمتك لهما، في برك بهما. فكنا كده عايز تطلع تسافر هتضيع عليهم إيه؟ مصلحتهم، فحقهم إن هم يقول لك اقعد ما تسافرش. واضحة ولا إيه؟ والأحاديث في ذلك كثيرة، في النهي عن السفر للجهاد الا باذن الوالدين. في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابايعك على الهجره والجهاد، ابتغي الاجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من والديك احد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الاجر من الله؟ يعني انت فعلا عايز ثواب، ولا لقي قال فلان ده جريء؟ قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. حديث في صحيح مسلم. يبقى واضح جدا تقديم الشرع لبر الوالدين على الجهاد. خلي بالك الناس ما سألوش هو ده جهاد فرض عين ولا جهاد فرض كفاية، جهاد طلب ولا جهاد دفع. هو الأصل ده الأصل، في حالات استثنائية هنقول فيها لا يلزم استئذان الوالدين، بس ده الأصل إن بر الوالدين مقدم على الجهاد. وفي حديث ابي سعيد الخدري في سنن ابي داود رضي الله ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن ابي داود ان رجلا هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك احد باليمن؟ قال: ابواي. قال: اذن لك؟ قال: لا. قال: ارجع اليهما فاستاذنهما، فان اذن لك فجاهد، والا فبرهما. يبقى ده تقديم مطلق لاذن الوالدين ولبر الوالدين على الايه؟ على الجهاد. في استثناء هيجي في حاله، لكن ده الاصل الشرعي. واضح؟ عشان لما نيجي نتكلم في الجهاد الدفع زي ما يجي معانا بعد شويه، او حتى في جهاد الطلب في حال تعينه، في جهاد الدفع في حال تعينه على بلاد المسلمين كلهم، وفي حاله جهاد الطلب برضو عند سقوطي لما المسلمين بيعملوش جهاد طلب فيجب على الجميع ان هم يعني ينتدبوا من يقوموا بذلك.
في الحالات دي كلها لما نيجي نوازن، هو ليه الشرع قدم حاجة الوالدين على حاجة المسلمين؟ لأن حاجة الوالدين لا يقوم بها إلا ولدهم، أما حاجة المسلمين لو كانت فرض كفاية يقوم بها عدد كبير من الناس، والأولى بالقيام بها من لا والد له أو من له والد لا يحتاجه ويأذن له في الخروج. فالحاجة هنا أمس من الحاجة هناك. واضحة ولا إيه؟ واضحة دي ولا أي تاني؟ أيوة. وخايف من إيه؟ ما هو الأب ده السؤال بيقول أحيانا بيكون الأب والأم بيمنعوا نتيجة الخوف، خايفين على ابنهم، خايفين عليه أحسن يحصل له إيه؟ أحسن يموت عشان ما يفقدوش ابنهم وسندهم وظهرهم. حقهم برضو، حقهم برضو. أه حقهم يمنعوا، حقهم يمنعوه من الجهاد لغاية ما يموتوا هم. واضح؟ الناس قال إيه؟ ارجع إليهما فاستأذنهما، فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. تمام؟ يبقى الأصل إنك أنت تستأذن أذن وإلا تبرهما. الكلام ده في إيه؟ في الجهاد والسفر المخوف فقط، مش في سائر الأعمال ولا السفريات غير المخوفة. واضح ولا إيه؟ يعني السفر الذي يخشى من هلاكك أنت فيه. إنما واحد مثلا يسافر لطلب العلم سفرا آمنا، هيجي الوقت لسه كلام ليس لهم أن يمنعوا من ذلك، أو هيطلب العلم في مكان الذي هو فيه، أو يدعو إلى الله في مكان الذي هو فيه. وخلي بالك مسألة طاعة الوالدين، وبالمرة بقى طاعة الزوج، وبالمرة طاعة ولي الأمر، كل دول نسمع قال إنما الطاعة في الإيه؟ في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هنا الطاعة مش في معصية، ليه؟ لأن هو الشرع اللي أمرك بكده، إن الجهاد بالذات تستأذنه، تمام؟ وأنت هنا ما تركتش واجب، لأن ده واجب كفاية مش واجب عين. دي نقطة، لكن برك لوالديك ده واجب عين. واضح؟ النقطة الثانية، إحنا بنقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ما ينفعش في معصية. والأهم منها إنما الطاعة في المعروف. يعني إيه في المعروف؟ يعني بما يحقق المعروف والمصلحة الشرعية، مش طاعة مطلقة كده وخلاص. يعني بنقول مثلا أمر الوالد متى يجب إجابته؟ إذا كان فيه مصلحة شرعية أو مصلحة للوالد، وإلا لا تجب الإجابة. يعني لو أبوك بيقول لك مثلا روح هات لي مثلا كوباية شاي، يجب عليك إنك تجيبها له، مصلحة للوالد. انزل هات لي مثلا من تحت كيس سكر، يجب عليك انك تنزل. طب انزل هات علبة سجاير، يجب عليك انك تجيب. طيب انزل واطلع كده وخلاص، قوم وقعد، انزل وتعالى، انزل وتعالى، انزل وتعالى، هل يجب عليك انك تجيب؟ لا. وان كان يعني يستحب لك انك انت تتالف، لكن هل يجب عليك انك تجيب؟ لا، ده ما فيهوش لا مصلحه شرعيه ولا مصلحه للوالد. واضحه؟ الطاعه دي مش طاعه مطلقه كده وخلاص. واحد بيقول لمراته نفس الكلام، طاعة الزوجة للزوج بما يحقق المصلحة الشرعية، بيأمرها مثلا بحاجة فيها مصلحة شرعية أو مصلحة للزوج، تمام، وتضبط برضو بالمعروف. فلو فرضنا برضو زي ما هو مثال تاني، إن أب قال لابنه طلق مراتك، والطلاق ده ليس فيه مصلحة شرعية للولد، فهل يجب على الولد أن يطيع والده؟ لا. اتجوز فلانة، هل يجب عليه أن هو يطيع والده؟ لا. وإن كان مسألة بقى تانية إيمانية مهمة، إن إحنا بنقول إن الغالب إن البركة في بر الوالدين، وإن لم تكن واجبة حتى لو كانت مستحبة، بس الغالب إن البركة والخير يكون في بر الوالدين. بس إحنا بنتكلم كحلال وحرام، هل يجب الطاعة؟ لا، لأن الطاعة في الإيه؟ في المعروف. ولي الأمر الشرعي، هل لو أمر بمباح يكون واجبا؟ لا يكون واجبا، بل لو أمر بمستحب لا يكون واجبا. ولي الأمر الشرعي مش من سلطته تغيير الأحكام الشرعية، بل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. المكوس اللي هي الايه؟ الضرائب. الضرائب أموالها تدخل بيت من المسلمين، فلو فرضنا ولي أمر المسلمين ويريد أن يفرض على الناس ضرائب، يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم. هل يلزمنا طاعته؟ لا، رغم أنه بيأمرنا بإيه؟ بمستحب. يقول لك هات فلوسك أخدها في بيت المال، ودفع مال لبيت المال ده أمر مستحب، بس مع ذلك لا تجب طاعته. حاضر، لا تجب طاعته طالما ما امركش بواجب. لكن بنقول بقى ان ولي الامر العالم العادل لا يامر بشيء الا ان كان في مصلحه، ويفوض اليه النظر والاجتهاد في المصالح. لان ممكن حاجه في اصلها يكون مستحب ويكون في حاله معينه بقت واجبه، او تركها يؤدي الى محرم. زي مثلا يبعت مثلا ولي الامر فلان يصلي امام في التراويح في مسجد معين، صلاه التراويح كلها على بعضها ايه؟ مستحبة، بس فلان ده لو ما راحش
ممكن يطلع واحد مبتدع يضل الناس. يبقى هو لما يأمرك بمستحب الأصل طالما هو عالم وعادل الأصل طاعته ليه؟ لأن ممكن يكون المستحب ده فيه شائبة وجوب، بل حتى المباحات هو لو ولي أمر عالم عادل مش هيأمرك بمباح إلا إذا كان مترتب عليه مصلحة هو يراها. فعشان كده الأصل في ولي الأمر العالم العادل أن يفوض إليه النظر في المصالح، لكن في النهاية إحنا طاعتنا ليه مرتبطة بالإيه؟ بالمصالح الشرعية، إنما الطاعة في المعروف. فلو ظهر أنه يأمر بما هو خلاف للمعروف فلا يطاع، زي المثال اللي إحنا داخلين عليه أصلا اللي هو مسألة أب وأم يقولوا لابنهم ما تروحش الدروس، ده ضد المعروف. حتى لو الدرس ده كان طلبا لعلم مستحب، مش لازم يكون طلب لعلم واجب، حتى لو طلب لعلم مستحب ليس لأحد أن ينهى عن مستحب. واضحة دي ولا إيه؟ لا ولي أمر عام ولا أب مع ابنه ولا زوج مع زوجته ولا أي حد ليس لهم أن ينهوا عن إيه؟ عن مستحب، إلا إذا كان أمر هيفوت فيه حق خاص بهم، زي ما قلنا سافر سفر عشان تطلب العلم تركب البحر الأعظم، حاجة بقى فيها خطر والموجة هيهلكك وبتاع، ففي الحالة دي أنت بتفوت عليهم إيه؟ حقهم في الانتفاع بيك والاستمتاع بيك، ففي الحالة دي أنت تفوت حقهم، يبقى تسمع كلامهم. مثلا زوجة عايزة تطلب علم، طلبها العلم متضمن للخروج بره البيت، ده يتضمن فوات حق الزوج في حبس زوجته في المنزل، مثلا قال فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم، فده يجب أن هي تستأذنه، ما ينفعش أنها تطلع غير بإذنه، رغم أن أنت هتقولي دلوقتي طب ما كده بينهاها عن المستحب، لا هو قصة أن المستحب ده تضمن فواتا لمصلحته، مصلحته في أنه يستمتع بها في بيته، واضح ولا إيه؟ فلو هي تطلب العلم الواجب أو المستحب في بيتها مش هتطلع، ليس له أن ينهاها، وإن نهاها لا يجب عليها طاعته، واضح ولا إيه؟ ركبت كده كلها؟ ولي الأمر الشرعي يعني؟ إذا كان عالم عادل يبقى الأصل إن هو مش بيأمرهم بالحاجة دي إلا إذا كان في مصلحة. نضرب مثال إشارات المرور، هو أنا وأنا ماشي في الشارع هل يجب علي لو شفت لون أخضر إن أنا أمشي ولو شفت لون أحمر إن أنا أقف؟ مفيش حاجة في الشارع تدل على ذلك، ده مش واجب شرع علي، ده مباح إن أنا أمشي وقت ما أنا عايز أقف وقت ما أنا عايز، ده مباح مش كده؟ لكن ولي الامر لما قيد، لو في ولي امر يعني قيد اشارات السير في الشارع في الطريق باشارات المرور، هنا في مصلحه ظاهره جدا رغم انها في اصلها مباحه، بس في مصلحه لو تركتها يترتب عليها محرمات، فساد الانفس والاموال، تصادمات وحوادث وبتاع، فيبقى يجب هنا ايه؟ الالتزام الامر ده، واضح؟ لكن لو هو بقى مش عالم مش قادر مش عالم ومش عادل، وانت عارف انه ممكن يامر بحاجه مستحبه لهواء مباحه لهواء او كده، يبقى لا يبقى يطاع فقط فيما نعلم ان فيه مصلحه. طبعا برضو مساله اشارات المرور هل يجب الالتزام بها ام لا، المساله فيها تفصيل اكبر شويه، يعني ممكن يفصل ويقال يجب الالتزام في حالات ويستحب الالتزام في حالات ولا يجب في حالات. في وسط البلاد حيث هناك سيارات ماره يجب الالتزام، لان فعلا مخالفتها في احتماليه كبيره ان هي تؤدي الى مفاسد، وفي وسط البلاد في حالة خلو المرة تماما من خلو الطريق تماما من المرة والسيارات، واحد مثلا في عز الفجر والدنيا فعلا ما فيش ولا نفس في الشارع والإشارة حمراء وانت واقف، هل يجوز لك انك تقطع وتخلص؟ طبعا ما فيش كاميرات مراقبة يعني، ماشي؟ هل يجوز انك تقطع ولا لا؟ يجوز، وكان المستحب انك تلتزم على الاقل عشان نعود بعض ان احنا نلتزم، وعشان لو في حد ما حدش يشوفك مش ملتزم فيتعود هو كمان، في مصالح يعني، فعلى الاقل يستحب انك انت ايه تلتزم بس مش واجب. طب لو انت في صحراء يعني لا حد هيشوفك فيتعود ولا ما يتعودش ولا في اي مصلحه خالص، في صحراء ولقيت في الصحراء اشاره مرور ومفيش اي مصلحه خالص، هل نقول هنا واجب او مستحب؟ فهنا يبقى ايه؟ مباح، السير هيبقى مباح على اصله. فاحنا ربطنا هنا ايه؟ الحكم بالمصلحه الشرعيه، انما الطاعه في المعروف، واضح ولا ايه؟ طيب بيقول ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كان مسلمين لا سفر تعلم فرض عين، وكذا كفاية في الأصح، يعني حتى لو هيروح يسافر عشان يتعلم فرض كفاية برضو لا يلزم الإذن. فإن أذن أبواه والغريم، أبواه في حالة الولد والغريم في حالة المدينة، ثم رجعوا يعني رجعوا عن الإذن بعد ما قالوا لك اطلع وانت في الطريق كده قالوا لك لا ارجع، أو الدائن بتاعك قال لك اطلع مفيش مشكله وبعد ما انت في طريقك لا ارجع، وجب الرجوع ان لم يحضر الصف، تمام؟
يعني واجب الرجوع طالما ايه ما التقاش صف الكفار مع صف المسلمين، فان شرع في قتال حرم الانصراف في الاظهر. طيب ده القسم الاول او الحال الاول اللي هم كفار في بلادهم واحنا نقاتلهم. طيب الحال الثاني قال يدخلون بلدة لنا اللي هو جهاد ايه الدفع، فيلزم اهلها الدفع بالممكن. خد تحت كلمة بالممكن، يبقى حتى جهاد الدفع عند العلماء مقيد بايه؟ بالقدرة والعجز. بيقول فان امكن تأهب لقتال وجب الممكن. يبقى اول واجب عليك انك انت ايه، هل تقاتل ولا تتأهب للقتال؟ تتأهب. يبقى الواجب الاصلي في حال جهاد الدفع برضو التأهب للقتال. هم نزلوا هنعمل ايه؟ نجهز الاسلحة ونلم صفوفنا ونرتب نفسنا ونعين قيادة، دي كلها ايه انواع من التأهب للقتال. وجب الممكن حتى على فقير وولد ومدين وعبد بلا إذن. حتى على فقير، ليه هنا واجب على الفقير وما كانش واجب عليه في جهاد الطلب؟ لان الفقير لا يحتاج الى النفقة في جهاد الدفع، مش محتاج بقى يجيب ظهره واكله ومش عارف ايه، في بلد في مكان. وولد وولد بلا اذن يعني بلا اذن ابيه، ومدين بلا اذن يعني بلا اذن مين الدائن، وعبد بلا اذن. كلمة بلا اذن تعود على الثلاثة دول، وعبد بلا اذن يعني بلا اذن ايه سيده. وقيل قول مرجوح في المذهب ان حصلت مقاومة باحرار اشترط اذن سيده. هذا قول مرجوح، ان بيقول ان الواجب اصلا على الاحرار مش على العبيد، ولو الاحرار كفوا كان بها، والا يدخل العبيد بلا اذن سيده. بنتكلم على جهاد الدفع كل ده. والقول الراجح في جهاد الدفع على المذهب الشافعي ان هو ايه؟ ان الجهاد هيجب ابتداء على جميع اهل البلده، حتى العبد وحتى الولد وحتى الفقير وحتى المدين. بيقول والا دي عايده على ايه؟ استثناء من ايه؟ لا على الكلام اللي في الاول خالص خالص، على كلام في الاول خالص اللي هو فان امكن تاهب للقتال. يبقى والا دي بمعنى ايه؟ ان هو لم يمكن التاهب، ما استعدناش، ما لحقناش نستعد، هنعمل ايه بقى؟ بيقول والا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن. ما لحقناش نستعد وواحد قصد داخلين ياخدوه دلوقتي اهو، يعمل يدفع نفسي ولا لا؟ بيقول والا فمن قصد دفع عن نفسه بالممكن ان علم انه ان اخذ قتل. عارف ان هم لو خدوه يقتلوه يلزم الدفع. طب وان جوز الاسر، يعني ممكن ياخدوه ياسروه مش هيقتلوه، فله ان يستسلم. يبقى عارف ان هم ياخدوه يقتلوه كده كده لا، يجب عليه انه يدفع. انما عارف ان هم ممكن ياخدوه يقتلوه او ياسروه، يبقى له ان هو يستسلم. تمام. ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها، ومن على المسافة يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية. دي نقطة مهمة. الواجب وجوب عيني على مين؟ هل على المسلمين كلهم ولا على أهل البلدة اللي نزل بها كفار؟ أهل البلدة نزل بها كفار، ومن هو قريب منها بحيث لا يكون مسافرا إذا انتقل إليها. طب أهل البلاد الأخرى بقى اللي هم من على مسافة القصر يلزمهم الموافقة بقدر إيه؟ الكفاية. يبقى فرض كفاية. دي نقطة مهمة، أن بعض الناس بيظن ان جهاد الدفع ده اللي لو نزلوا ببلد يجب على المسلمين كافة ان يتركوا بلادهم وان يهاجروا اليه، مش كده؟ هي واجب على مين؟ اهل البلدة دي انهم يقاتلوا. وبعدين واجب كفائي على غيرهم، دواير تتوسع، لو البلاد اللي بجوارهم كفت كان بها، لم تكفي اللي بعدها كفت كان بها، لم تكفي اللي بعدها كفت كان بها، ولم تكفي اللي بعدها، دواير تتوسع بالتقدير والنظر، بالتقدير والنظر الى ان يشمل المسلمين كلهم. بس يبقى يشمل المسلمين كلهم على جهة الكفاية ولا عين؟ كفاية. يبقى واجب كفاية على المسلمين ان ينصروه. واضح ولا ايه؟ ودي نقطة مهمة، ان احنا بنقول ان ده اولا حكم واجب كفاية، فيبقى فيه شروط بتاع الجهاد اللي هو فرض كفاية، زي استئذان الوالدين. يعني مثلا الكفار نزلوا ببلدة ما، سوريا، مش عارف العراق، اي افغانستان، اي بلدة من بلاد، اهل البلد دول واجب عليهم وجوب عين، ما ينفعش واحد يقول اصل ابويا ما اذليش. طب البلاد التانية بقى ده واجب وجوب ايه؟ كفاية. يبقى لو اذن الوالدان والا ايه؟ ليس له ان يخرج بدون اذنهم.
واضحه دي ولا مش واضحه؟ ليه؟ هتقول لي المسلمين هناك محتاجين، وابوك وامك محتاجين، وحاجه المسلمين هناك يسدها ملايين غيرك، حاجه الاب والام لا يسدها الا انت. فالشرع قدم حاجه الوالدين على حاجه الايه؟ عموم الناس. واضحه ولا مش واضحه؟ يلزمهم الموافقه، يعني ان يوافقوا اهلها، يروحوا يساعدوهم يعني بقدر الكفايه، ان لم يكفي اهلها ومن يليهم. طيب قيل وان كفوا، قيل عن قول مرجوح، يعني ايه وان كفوا؟ يعني بيقولوا هنفرض ان البلده دي اهلها يكفوا، برضه فرض كفايه على من غيرهم، على من بعدهم، وده قول ضعيف مرجوح. قول الراجح ان هو امتى يبقى فرض كفايه على اهل البلاد الثانيه؟ لو كان اهل البلد دول مش كافيين. هو الكلام ده امتى؟ بالنظر والتقدير، يعني هو مجرد ما نزل احنا عارفين اهلها يكفوا وينتصروا خلاص، لا اهلها مش هيقدروا، ده اصلا واجب علينا وجوب كفايه ان احنا نساعدهم، وان احنا كمان نستعد عشان ما ينزلوش عندنا يبقى فرض عين كمان. طيب بيقول ولو اثروا مسلما فالاصح وجوب النهوض اليهم لخلاصه ان توقعناه. ولو اثروا مسلما، جم الكفار خدوا مسلم ورجعوا بيه بلادهم، هل يجب استنقاذ الاسير المسلم ام لا يجب؟ يجب. ليه يجب؟ لان حرمه المسلم اعظم من حرمه الارض. اذا خدوا مننا ارض هل يجب استنقاذها ولا لا؟ يجب، ده جهاد الدفع. طب اذا خدوا مسلم مش حرمه المسلم اعظم من حرمه الارض؟ فيجب استنقاذه. بس شوف الكلام الجميل اللي بيقوله بقى ايه، بيقول ان توقعناه، يعني لو برضو حتى جهاد الدفع مبني على مصلحه مفسده القدره والعجز. بعض الناس متخيله ان جهاد الدفع ده يعني ايه؟ يعني اخبط ولا يهمك، احنا بندافع عن مسلم، مسلم خدوه اسير عندهم، لا نروح حتى لو متنا بالملايين مش مشكله. لا، انت متوقع ايه؟ هتروح هتعرف تاخده ولا مش هتعرف؟ انما لا تلقي الناس في التهلكه وانت لا تتوقع تخليص الاسير منهم. واضح ولا ايه؟ مش عايزين نضرب بعض الامثله، مثلا بعض الطوائف كان ليهم اسير موجود في دار الحرس او يزعم يعني في دار الحرس، وهم يعلمون انهم غير قادرين على تخليصه، ومع ذلك دفعوا الناس الى ايه؟ الى اساله دمائهم هدرا او لمكاسب سياسيه او حتى يصعدوا الموقف السياسي باساله الدماء. فبنقول اذا كان الكفار نفسهم خدوا مسلم واثروه لا يجب علينا احنا ننقذه الا ان توقعنا ان احنا نقدر نستخلصه منه. واضح؟ وفي مسألة الإمامة والولاية الشرعية بيقولوا لو الإمام المسلمين اتخطف، كفار خطفوه، هل يبقى على إمامته أم لا؟ يبقى لو أنا عندي غلبة ظن إن أنا أقدر أفرره. الأول هنا في المسألة دي بيفرقوا ما بين الخلع في الإمام الشرعي، في مسألة الإمامة بيفرقوا ما بين الخلع والانخلاع، بيقولوا دي من المسائل اللي فيها خلع مش انخلاع. الانخلاع اللي هو إيه؟ بيعزل تلقائيا. الخلع يعني ايه؟ يعني اهل الحل والعقد هم اللي هيقرروا خلعه. فهنا يعني هضرب مثالين، الاسر مثال والجنون مثال تاني. لو ولي الامر اتجنن يخلع ولا ينخلع؟ ينخلع، مش محتاجه ان احنا نقرر خلعه، ده هو اتجنن خلاص انخلع لوحده. انما اسر نشوف اهل الحل والعقد ينظروا عندهم قدره على استخلاصه، يبقى يعينوا وكيلا او نائبا عنه الى ان الى ان يخلصوه. نظروا وجد انهم لا يستخلصونه يخلعوا. واضح ولا ايه؟ يخلع. قال الشربيني في الشرح اللي هو مغني المحتاج شرح المنهاج، ماشي؟ يعني هيشرح بقى كلام النووي اللي فات ده. هيشرح الجزء الثاني بس اللي هو بتاع جهاد الايه؟ الدفع. قال الحال الثاني من حالي الكفار يدخلون بلدة لنا او ينزلون على جزائر او جبل في دار اسلام ولو بعيدا من البلد، يعني مش لازم يكون منطقه اهله بالسكان، بس المهم في حدود ايه؟ بلاد المسلمين. فيلزم اهلها الدفع بالممكن منهم، ويكون الجهاد حينئذ فرض عين وقيل كفايه. واعتمده البلقيني وقال ان نص الشافعي يشهد له. يعني في قول تاني في مذهب الشافعيه ان جهاد الدفع برضه ايه؟ فرض كفايه، لكن هو قول مرجوح في المذهب، بيقول وقيله. واضح؟ اللي قالوا فرض كفايه قالوا ليه فرض كفايه؟ قالوا لان المراه لا تجاهد ابتداء، لكن لو قصدت عن نفسها تدفع، بس المراه ابتداء لن تجاهد، فقالوا لذلك هو فرض ايه؟ كفايه. احنا بنقول لا صحيح، هو فرض عين على القادر، هو
هو اللي خلاهم يقولوا فرض كفايه ان هم تصوروا حالات بعض الناس غير قادرين، زي المراه غير القادره مثلا، لكن هو فرض عين على الايه؟ على القادرين. تمام. بل ويكون الجهاد حينئذ فرض عين وقيل كفايه واعتمده البلقيني وقال ان نص الشافعي يشهد له. طيب، فان امكن اهلها تاهب، يعني استعداد لقتال، فان امكن اهلها تاهب استعداد لقتال وجب على كل منهم الممكن، اي الدفع للكفار بحسب القدره، حتى على فقير بما يقدر عليه وولد ومدين وعبد، ولا اذن من ابوين ورب دين. لو عندك فيه حرف زياده اشطبه. ولا اذن من ابوين ورب دين، رب دين هو صاحب الدين، ومن سيد، يعني السيد لا يأذن لعبده، العبد يجاهد بدون اذن السيد. وفي معنى دخولهم البلده ما لو اطلوا عليها، يعني لو قربوا خالص من البلده يبقى برضو يلزمنا احنا ندفعهم، مش هستنى لغايه ما يدخلوا جوه. تمام. السؤال بيقول وفي معنى دخولهم البلده ما لو اطلوا عليها، والنساء كالعبيد ان كان فيهن دفاع والا فلا يحضرن. يبقى النساء، في امراه عندها قدره بدنيه على القتال يبقى دي زيها زي العبد، تخرج بلا اذن. وفي امراه ليس عندها قدره بدنيه على الجهاد يبقى دي هتعمل ايه؟ لا تقاتل. لكن لو قصدت عن نفسها يجب عليها ان ايه؟ تدفع. بيقول والا، فاكرين والا اللي احنا وقفنا عندها اللي هي والا، فمن قصد عن نفسه دفع. فبيشرحها بقى، بيقول والا دي بألا يمكن اهل البلده التاهب لقتال. هو الواجب الاول ان هم يتاهبوا القتال. طب ما امكنهمش ازاي؟ ما امكنهمش. بيقول بان هجم الكفار عليهم بغته، فمن قصد من المكلفين ولو عبدا او امرأة او مريضا دفع عن نفسه الكفار بالممكن، ان علم انه ان اخذ قتل، وان جوز الاسر والقتل فله ان يدفع عن نفسه وله ان يستسلم لاسر الكفار. تاني، هو عارف ان هم ياخدوه يقتلوه، يجب عليه ان هو يعمل ايه؟ يدفع عن نفسه. طب عارف ان هم ياخدوه ممكن يقتلوه ممكن يحبسوه، يخير ليه ان هو يقاتل وليه ان هو ايه؟ يستسلم. والصحابه عملوا كده وعملوا كده. في سريه عاصم بن ثابت لما اعتصموا براس الجبل وكانوا 10 قتلوا كلهم ما عدا مين؟ 3. فالثلاثه نزلوا اختاروا ايه؟ ان هم يستسلموا. بعد ما 10 قتلوا اختاروا ان هم يستسلموا، فنزلوا. بعد ما نزلوا اول ما يذبحوا ربطوهم، فواحد منهم قال ايه؟ هذا اول الغدر، ورفض ان هو يذهب. قاتلهم، قاتلوه، راحوا ايه؟ قتلوه. فضل اثنين اختاروا الاسر اللي هم كان منهم مين؟ خبيب ابن عدي رضي الله عنه. واضح ولا ايه؟ فبقى الصحابه اختلفوا بينهم بعض، بعضهم استسلم للكفار وبعضهم عمل ايه؟ قاتل حتى قتل. عشان كده بيقول وان جوز الاسر والقتل فله ان يدفع عن نفسه وله ان يستسلم لاسر الكفار. وله ان يستسلم لاسر الكفار ان كان رجلا. لو كان رجل. لأن المكافحة حينئذ استعجال للقتل، والأسر يحتمل الخلاص. يعني تدافع أنت تستعجل القتل، لكن لو استسلمت احتمال تقدر تتهرب منهم تتخلص منهم. هذا إن علم أنه متى امتنع من الاستسلام قتل. لو عارف إن هو لو ما استسلمش هيقتلوه. هذا اللي هو إيه؟ هذا اللي هو جواز الاستسلام يعني. إن علم يعني غلب على ظنه أنه متى امتنع من الاستسلام قتل، وإلا امتنع عليه ان يستسلم. يعني لو عنده احتمال انه يفوز عليهم ويهزمهم يبقى لا يجوز له ان يستسلم. احنا بنقول عندنا 3 احتمالات: غلبة الظن بالهزيمة، غلبة الظن بالفوز، احتمال الفوز والهزيمة. الاصل انه يجب عليك انك انت تدفع عن نفسك. ففي حالة غلبة الظن بالفوز ان انا لو قاتلت كفار هفوز عليهم، او احتمال الفوز والهزيمة سواء في الحالة دي او في الحالة دي، يجب عليك انك انت تدفع. ايه الحالة اللي يجوز لك ان تستسلم فيها؟ اللي هي غلبة الظن بالهزيمة، بس بشرط غلبة الظن بالهزيمة وانك انت لو استسلمت ليهم مش هيقتلوك. تمام. انما لو عارف انك انت اتهزمت هيقتلوك، استسلمت هيقتلوك، يبقى قاتل حتى اخر رمق. واضح ولا ايه؟ المسألة دي هيجي تفصيلها لسه، بس ممكن نقولها كده المرة دي سريعة.
اللي هي مسألة الدفاع عن المال والعرض والبدن والنفس. يعني الدفاع عن النفس حكمه ايه؟ واجب. دفاع عن نفسك واجب الا في حالة واحدة، اللي هي حالة ايه؟ قتال الفتنة. قتال الفتنة، كن كخير ابني ادم، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ده بيقولك تعالى قاتل معنا، وده بيقولك تعالى قاتل معنا، يبقى يا اما تيجي يا اما نقتلك. لا اقتلوني، انا مش هاجي وقاتل المسلمين معاك ولا معاه، اقتلوني مش هطلع. تمام؟ فيبقى كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ده في قتال الفتنة. لكن الاصل وجوب الدفع عن النفس. كافر بيعتدي عليك، لص بيعتدي عليك، بهيمة بتعتدي عليك، ماشي، اسد بار عايز تنطحك، اي حاجه، المهم يعني اي حد بيعتدي عليك يجب عليك انك انت ايه؟ تدفع عن نفسك. طيب هل يجب عليك انك تدفع عن عرضك؟ يجب طبعا انك تدفع عن عرضك. طب هل يجب عليك انك تدفع عن مالك؟ في خلاف، الجمهور انه مستحب، لان مالك ملكك، عايز تديه دي، عايز تسيبه عايز تسيبه، عايز تدافع دافع براحتك. الجمهور دفع المال مستحب. تمام؟ وهنا نقطه مهمه، ان لا يشكل على الاستحباب كونك ان قتلت كنت شهيدا. الحديث ارايت ان اراد رجل ياخذ مالي اعطيه رسول الله، قال لا تعطي، قال ارايت ان قاتلته فقتلته، قال هو في النار، فارايت ان قتلني، قال انت في الجنه او انت شهيد. مثلا قال من قتل دون مال، في الصحيح من قتل دون مال فهو ايه؟ شهيد. ومع ذلك حكم الدفع عن المال عند الجمهور ايه؟ مستحب عادي، يبقى حاجه مستحبه، ولو دفعت تبقى شهيد مفيش مشكله. طيب يبقى الدفاع عن مالك مستحب، وان كان الراجح ان احنا بنفصل بنقول لو المال ده مال عظيم واهداره في مفسده كبيره تصل الى التبذير ويمكن الدفع عنه بيسير من الدفع، يجب الدفع. تاني ليه؟ لقول الله جل ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. جيش واحد مثلا، انت فلوسك مثلا حوشت مثلا 10,000 جنيه تحويشه عمرك مثلا، واحد جاي معاه مطوه بيقول لك طلع لي الفلوس، وانت تقدر يعني ايه تتعامل معاه، هل يجوز لك انك تديله الفلوس دي؟ فنقول لا، في الحاله دي اعطاء المال سفه. تمام؟ فلكن المهم ان الاصل في المال ان هو ملكك تقدر تتحكم فيه، لكن نفسك مش ملكك ولا عرضك ملكك. تمام؟ طيب الدفع عن انفس الاخرين حكمه واجب، دفع عن انفس المعصومين واجب، الدفع عن اعراض الاخرين واجب، الدفع عن اموال الاخرين واجب. مالك انت حر فيه، لكن مال غيرك انت مش حر فيه. تمام؟ يبقى الدفع عن انفس المعصومين واجب بالاجماع، دفع عن اعراض الاخرين واجب بالاجماع، دفع عن اموال الاخرين واجب كذلك. طب دفع عن نفسك واجب على الراجح، دفع عن عرضك واجب اجماع، الدفع عن مالك مستحب عند الجمهور والراجح ان في تفصيل. طيب الواجب اللي احنا بنتكلم عليه ده بقى، سيبك من المال، خليك في الحاجات الواجبه اللي هو الدفع عن النفس والعرض. الواجب اللي احنا بنتكلم فيه ده حاله اصليه ان هو واجب في الاصل، الا اذا غلب على الظن الهزيمه اثناء الدفع. في الحاله دي يبقى ايه؟ يستحب الدفع ولا يجب، طالما كان هناك نكايه في العدو. يعني هضرب مثال، واحد مثلا قدامه كده مثلا 20 شخص مسلم ويريدون ان يقتلوه، وانا لو دخلت عليهم احتمال اقتلهم واخلص الاسير ده منهم، واحتمال اموت انا كمان، ايه الواجب عليك هنا؟ ايه واجب عليك؟ انك تقاتل، اللي انا قلت احتمال واحتمال، دفع عن نفس معصوم واجب عليك، يبقى يجب عليك ان تقاتلهم. طيب عندي غلب الظن ان لو دخلت قاتلتهم سافوز عليهم، واجب عليك. طب عندي غلب الظن لو دخلت قاتلتهم هموت، بس قبل ما اموت هعور منهم واحد اتنين، هيعرفوا ان المسلمين ما بيستسلموش بسهوله، يبقى احدث نكايه في الكفار او في قطاع الطرق. في الحاله دي يبقى ايه؟ يستحب لك ان تقاتل، وان قتلت فانت شهيد. واضح؟ طيب سواء بقى كان اسير مسلم هيقتلوه، امراه مسلمه يغتصبوها، ايا ما كان بقى، لكن المهم ان انا لو عندي غلب الظن بالهزيمه القتال ده مش هيبقى واجب، القتال ده ينزل الى ايه؟ الى الاستحباب. كل ده بشرط ان يكون في نكايه في الاعداء. طيب اذا عدمت النكايه، مفيش نكايه خالص، يعني هم معاهم رشاشات وانا مش معايا سلاح، اتحركت خطوه لقدام هيصفوني ومش هستفيد اي حاجه خالص، في الحاله دي ايه؟ يحرم القتال. واضح ولا ايه؟ طيب سيبك من الحاله الاخرانيه دي، لكن خلينا في الحالتين الاولانيين. عارفين فتوى اللي هي الفتوى العرض المشهوره اللي بيشن عليها للشيخ ياسر برهمي؟ بيقولوا ده الشيخ ياسر بيقول ان لو واحد طلع الناس عليه ومراته
ليه ان هو يسيبها ليهم ويجري، او مش عارف يقعد يشرب كوبايه شاي ويتفرج عليهم، كلام بقى السفه اللي هو بيقال كذبا وافتراء على الشيخ. فهو فتوى الشيخ اصلا كانت فتوى لاهل سوريا، ان احيانا طبعا الفتوى نشرت بعد ذلك بطريقه فيها تعمد لتشويه الكلام، وهي الفتوى طبعا يعني ايه صحيحه وموافقه للاصول الشرعيه. وعشان كان على اهل سوريا كانوا بيستفتوا، ودي فتوى هم بيحتاجوها فعلا، ممكن يدخل البيت عليك بالاسلحه ومثلا هيغتصبوا المراه، وانت عارف ان انت لو دفعت لن تستطيع الدفع، هل يجب ام يستحب؟ فالشيخ بيقول الحاله دي اذا فيه غلب الظن بالهزيمه دي حاله يستحب فيها الدفع ولا يجب، وان قتل فهو ايه؟ شهيد. وكون انه يستحب ده لا ينافي وصف الشهاده. فالناس بيقولوا ايه؟ خدوا كلمه لا يجب، اذا لا يجب دي معناها ايه؟ اقعد اتفرج عليها. لا يجب لا تساوي اقعد اتفرج عليها، لا يجب لا تساوي اهرب وامشي ومش عارف ايه، دي مش تساوي كده، واضح؟ هو لا يجب بمعنى انه ايه؟ سقط الوجوب وبقي الاستحباب، تمام؟ وكل ده في حاله وجود نكايه بالاعداء. حاله عدم وجود نكايه دي الشيخ ما اتكلمش فيها في الفتوى. يعني تخيل بقى كمان لو كان اتكلم فيها كانوا قالوا ايه؟ ولو في حاله عدم وجود نكايه مش هنقول ان هو مستحب، هنقول ان هو يحرم الدفع. واضح ولا ايه؟ لان ليه يحرم الدفع؟ لانه هنا لم يقتل دون ماله ولا دون عرضه ولا دون نفسه، دون دي يعني ايه؟ في اثناء دفع انت ما تدفعش، انت بتموت في طيس. زي ما قلت لك مثالها واحد عارف لو اتحرك خطوه واحده هيتصفى. بدون اي فايده، بدون اي مصلحه، وكان لم يقتل دون نفسه في الحقيقه، ولا دون عرضه ولا دون ماله. واضح واضح ولا مش واضح؟ طيب بيقول: واما المراه فان علمت امتداد الايدي اليها بالفاحشه فعليها الدفع وان قتلت، لان الفاحشه لا تباح عند خوف القتل. في خلاف ما بين علماء، هل الزنا يجوز عند الاكراه ام لا؟ يعني لو واحد اكره على الزنا هل يجوز له الزنا؟ سواء رجل او امراه. والصحيح جواز او صحه الاكراه على الزنا الذي ليس فيه هتك عرض لمعصوم. يعني ايه؟ يعني لو امراه اكرهت على الزنا بها هي هيزنى بها، بس الاكراه ده يكون بايه؟ بالقتل او بالضرب الشديد المبرح، تمام؟ مش باخذ مال ولا بسجن ولا باي حاجه تانية، بالقتل او بالضرب الشديد المبرح، او طبعا ما بينهما زي قطع عضو او ما شابه ذلك. فلو اكرهت على الزنا بها بذلك هل يجوز لها؟ اه، بدليل قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرهن فان الله من بعد اكراهن ايه؟ غفور رحيم. فيبقى يجوز على الراجح اكراه على الزنا، بس شرط ما يكونش في انتهاك العرض. مثلا رجل اكره على ان يزني بامراه كافره حربيه، على الراجح يجوز اذا اكره فعلا. يعني رجل اكره على الزنا بامراه هي التي تكرهه على الزنا ليس لها حرمه، على الراجح يجوز. انما راجل اكره على ان يزني بامراه معصومه او ان يغتصبها هل يجوز دي؟ لا، لان الاكراه على انتهاك العرض لا يجوز بالاجماع. واضح؟ الاكراه على انتهاك العرض لا يجوز بالاجماع. فالزنا لو كان الزنا يتضمن مشكلتين، المشكله الاولى ان هو فاحشه في نفسه، الفاحشه دي ينفع يكره عليها بالضرب الشديد المبرح او بالقتل. لكن الزنا احيانا بيكون مع ايه؟ انتهاك عرض، انتهاك العرض لا يصح عليه اكراه اجماعا، نقله القرطبي. واضح ولا ايه؟ طيب هو هنا بيرجح، الشربيني بيرجح ان الاكراه على الزنا غير صحيح، فعشان كده بيقول لك: واما المراه ان علمت امتداد الايدي اليها بالفاحشه فعليها الدفع وان قتلت، لان الفاحشه لا تباح عند خوف القتل. والراجح ان هي تباح عند ايه؟ عند غلبه الظن بحصول القتل او الضرب الشديد المبرح. طيب وان لم تمتد اليها الايدي بالفاحشه الان ولكن توقعتها بعد السبي احتمل جواز استسلامها ثم تدفع اذا اريد منها. يقول لك هي عارفه ان هي لو استسلمت دلوقتي مش هيعملوا حاجه، بس قدام بعد ما ياخدوها الحبس والسجن هيزنوا بها. يقول لك ليها ان هي تستسلم، وساعه ما يجي يزنوا بها تبقى تدافع عن نفسها. تمام؟ قال: والذين هم على مسافة القصر فأكثر يلزمهم في الأصح إن وجدوا زادا ومركوبا الموافقة بقدر الكفاية. والذين هم على مسافة القصر فأكثر، الناس اللي هم البعاد، يلزمهم في الأصح إن وجدوا زادا ومركوبا. يعني ده القول الأول إنه يلزمهم، عشان كده بيقول في الأصح. والقول الثاني إنه ما يلزمهمش. يلزمهم الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكفي أهلها ومن يليهم دفعا عنهم وإنقاذا لهم.
طيب برضه هنبقى ناكد المره الجايه الكلام اللي قلنا المره اللي فاتت مساله الكفايه دي. فاكرين القينا الضوء على الموضوع ده في اول مره لما قلنا ان القاعده تنظيم القاعده خصوصا بيلعب على حته الكفايه دي، ودايما يقول لك احنا محتاجين ناس محتاجين ناس محتاجين ناس. ليه؟ لان هم بيلعب على حته تجنيد اعضاء جدد عن طريق ايه؟ التواجد في الساحات القتاليه. واكتر مكان بيقدر يجند فيه ناس للفكر بتاعه ساحات القتال. فيكون اهل المكان محتاجين فلوس محتاجين سلاح. هقول لك ايه؟ يعني كل التيارات المقاتله تقول لك محتاجين فلوس وسلاح ما عدا التيار مثلا المنتسب للقاعده، يقول لك ايه؟ محتاجين ناس محتاجين ناس. ليه؟ الناس اللي هتيجي دي هناك هتتجند تنضم للفكر بتاعهم والمنهج بتاعهم. واضح؟ تنبيه من كلام الشربيني ده برضه. أشار بقوله بقدر الكفاية إلى أنه لا يجب على الجميع الخروج، بل إذا صار إليهم قوم فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. تنبيه: فرض الكفاية إذا لم يقم به أهله وتركه الجميع أثم كل من لا عذر له من الأعذار السابق بيانها من الصبيان والنساء والمرضى وغيرهم، ذكره النووي في روضة الطالبين. تنبيه ثاني: دليل أن الجهاد أن جهاد الطلب فرض كفاية فعل الخلفاء الراشدين، وحكى القاضي عبد الوهاب فيه الإجماع، ولو فرض على الأعيان لتعطل المعاش، أفاده الشربيني في مغدي المحتاج. احنا لسه نناقش أدلة دي بسرعة أوسع المرة الجاية إن شاء الله. دليل أن جهاد الطلب فرض كفاية بيقول لك: واحد، فعل الخلفاء الراشدين، إن الخلفاء الراشدين ما كانوش بيطلعوا بنفسهم يجاهدوا في كل المرات. وحكى القاضي عبد الوهاب، قاضي عبد الوهاب ده فقيه مالكي توفي سنة 422 هجرية، حكى فيه الإجماع، هو طبعا مش إجماع بس هو قول عامة أهل العلم إن جهاد الطلب فرض كفاية، لكن في قول بأنه مستحب وقول بأنه واجب فرض عين. ولو فرض على الأعيان لا تعطل المعاش، لو واجب على كل المسلمين هم يطلعوا يجاهدوا جهاد الطلب لا تعطل الإيه؟ المعاش. نقف عند كلام القرطبي ونبدأ بيه المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك عشان تستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.